فنبدأ مع بعض إن شاء الله محاضرة اليوم في أساسيات الكمبيوتر. أنا عندي أول ما أفتح شاشة سطح المكتب بتظهر معايا شاشة زي كده. الشاشة دي أنا بسميها إيه؟ الشاشة دي أنا بسميها الديسكتوب أو سطح المكتب، اللي هي بتكون ظاهرة عليها كل الأيقونات بتاعة سطح المكتب الموجودة عندي. بيكون ظاهر عليها اللي هو التاسك بار أو شريط المهام، بيكون ظاهر برضو ملفات التشغيل الموجودة عندي على الجهاز. طيب اللي تحت ده احنا بنسميه ايه؟ بنسميه التاسك بار او شريط المهام، اللي فيه قائمة ستارت، اللي فيه البرامج اللي انا مثبتها عليه، اللي فيه الوقت والتاريخ، في اللغة، في الاشعارات عندي، في اللي هو الصوت، في البطارية لو انا فاتح من اللاب، في علامة الواي فاي، في البلوتوز وهكذا. طيب حلو خالص. يبقى ده اسمه ايقونه، ده ايقونه، ده ايقونه، ده ايقونه، ده ايقونه، ده ايقونه. اي حاجه موجوده على سطح المكتب فانا بسميها ايقونه. طيب عندي حاجه اسمها الفايل والفولدر والسب فولدر والدرايف. الفايل بيكون بنسبه كبيره ملف تشغيل، ما اقدرش احط بداخله اي ملف. يعني ملف ده هقدر اجيب الاوبرا احطه بداخله؟ لا. الواتساب هقدر اجيب الفيسبوك واحطه بداخله؟ برضه لا. نفترض مثلا الكنترول بانل هقدر احطها بداخل التيم فيور؟ لا برضو. في اي ملف ما بقدرش احطه داخل ملف تاني. هقدر اجيب الفولدر احطه داخل ملف؟ برضو لا. طيب ده اسمه فايل، اللي انا يعتبر بنسبة كبيرة نظام تشغيل ما بقدرش احط بداخله اي ملف. اما الفولدر بيكون بالشكل ده، شكل الكتاب، شكل المجلد، اللي انا من خلاله بقدر احط جواه اي حاجه. يعني ادي دلوقتي فولدر اهو، الفولدر ده بقدر احط جواه اي ملف موجود عندي، اي ملف موجود عندي انا بحطه داخل الفولدر. طيب انا فتحت الفولدر اهو، موجوده داخل الفولدر فايلات. طيب انا مثلا ده اللي من بره اللي هو شال جواه كل حاجه اسمه فولدر، لكن لو دخلت عليه ولقيت برضه شكل الفولدر، المره دي ما اسمهوش سب فولدر، المرة دي اسمه انا اسف، المرة دي ما اسمهوش فولدر، المرة دي اسمه سب فولدر. يبقى اللي هو من الخارج او الرئيسي اسمه فولدر، اللي هو المجلد الرئيسي اللي هو شايل جواه كل الحاجات اللي انا عايزها. اما لو دخلت ولقيت فولدر تاني من جوه، هو بنفس الشكل، المرة دي ما اسمهوش فولدر، اسمه سب فولدر، اسمه مجلد فرعي، هي حاجة متفرعة منه، حاجة طالعة منه. المساحة بتاعته بتكون اقل من مساحة الفولدر الاساسي. طيب اما عندي اللي هو السي والدي والاي والاف وهكذا، دي دول اسمهم درايف، اللي هم بيكونوا شايلين جواهم المكونات الاساسيه بتاعه الجهاز بتاعتي. هنا المساحه اهي، لو جمعت المساحه دي، المساحه دي مش الفري، هو بيقول لي 119 جيجا فري فاضيه من كام، من 424. لو جمعت المساحه دي على المساحه دي 507 زائد 424 هيديك 731، 931، 931. معنى كده ان الهارد بتاعي 1 تيرا. ليه ما قاليش 1 تيرا؟ ليه ما خلاش الاتنين ده 500 وده 500؟ عشان خاطر الهارد نفسه مش بي انا لو حملت عليه زيادة على اللزوم هتلاقي الهارد معاك وقف مش عايز يشتغل، فانا بيسيب لك مساحة فاضية بقدر احمل فيها اللي انا عايزه. المساحة الفاضية مثلا 70 جيجا بيسيبها لك فاضية، ما متحملش فيها اللي انت عايزه. لا، المساحة الفاضية دي عشان خاطر الهارد، عشان خاطر الهارد معاك ما يوقفش، عشان خاطر الهارد معايا ما يتقلش معايا، عشان خاطر الهارد مثلا ما يعطلش. فلا، انا هسيب لك مساحة فاضية علشان انا برضو كإنسان مثلا، لو انا لو حد ضغط عليا ضغطة جامدة مثلا، او انا كحد ضغط من واحد واثنين وثلاثة وعشر حيات بنفجر. نفس القصة الجهاز لو ضغطت عليه من كذا حاجة، او ضغطت عليه على كمية ملفات وكمية مجلدات ومش عارف ايه، تلاقي الجهاز معاك وقف معاك خالص. طيب فده الفرق ما بين التلاتة، ده الفرق ما بين التلاتة. ماشي كده لحد الآن.
مفيش أي مشكلة، نبدأ في اللي بعد كده. زي ما قلنا دول عندي اللي هو اسمه أيقونة. طيب تعالوا كده نضغط كليك يمين على سطح المكتب. أول ما بضغط كليك يمين على سطح المكتب ظهر معايا قائمة طويلة بالشكل ده، دي قائمة. قبل ما أكمل، إيه الفرق ما بين كليك شمال وكليك يمين؟ عندي كليك شمال هدفها التحديد، إن هي بتحدد معايا، كليك شمال بتحدد أهو، كليك شمال بتحدد. أما كليك يمين بتفتح معايا الخيارات بتاعتي، كليك يمين بتفتح معايا الخيارات بتاعتي. طيب نفترض انا واقف هنا عند الريسايكل بن وعايز احدد مجموعة مجلدات تانية، مجموعة مجلدات سواء كانوا قريبين منها او بعاد عنها، فهدوس على كنترول من لوحة المفاتيح، هدوس على كنترول واضغط بكليك شمال على اي ايقونة اهو. تعالوا كده ندخل هنا جوه اهو، اضغط كليك شمال واحدد. انا وانا وداس على كنترول ما اشيلش ايدي من كنترول اهو، انا بحدد سواء كان مجلدات قريبة منها او بعيدة عنها اهو. طيب نفترض ان انا بدل ما ادوس على كنترول رحت دوست شيفت وحددت، دلوقتي انا واقف عند الايقونه بتاعه الاوتو فلويد دي، تمام، ورحت دوست على شيفت، يعني انا حددت الايقونه الاولانيه ودوست على شيفت وحددت الايقونه الثانيه، ايه اللي ما بين الاوتو فلويد وما بين اللي هو الاي 20؟ ما بينهم الملفات دي اهو، وراح حدد لي الملفات اللي بينهم. طيب تعالوا، انا وقفت مثلا هنا عند الام جي محمد ورحت حددت حاجه اسمها تصميمات الاكاديميه الامريكيه، ايه اللي حصل؟ حدد لي الجزء اللي ما بينهم او الملفات اللي ما بينهم من فين، من شيفت. يبقى هدوس كنترول واحدد المجلدات اللي انا عايزها، كنترول وما اشيلش ايدي منها ايا كانت قريبه منها او بعيده عنها. طب نفترض انا حددت اول مجلد ورحت دوست على شيفت من لوحه المفاتيح ورحت دوست على محمد رمضان، اللي حصل؟ حدد معايا المجلدات اللي هي ما بينهم، ما بين الاوتو فلويد وما بين محمد رمضان، فشفت بتحدد لي المجلدات اللي ما بينها. يبقى شفت بتحدد مجموعة مجلدات غير متجاورة ولا متجاورة؟ متجاورة. أما كنترول بتحدد ملفات غير متجاورة عادي. طيب أول ما بضغط كليك يمين على سطح المكتب، الأول صوت واضح أكمل ولا أعليه تاني أكتر من كده؟ صوت واضح؟ الصوت واضح؟ تمام. طيب هضغط كليك يمين على سطح المكتب، هتظهر معايا قائمة بالشكل ده، قائمة اسمها فيو وسورت باي وريفريش ونكست ديسكتوب باك جراوند والنيو والديسكتوب اي كل اوت والديسبلاي سيتنج والبرسونلايز. طيب تعالوا كده نضغط كليك يمين على سطح المكتب ونختار فيو او عرض. فيو او عرض، قائمة فيو لوحدها في من خلالها بقدر اعمل كذا امر. اول حاجة اكبر واصغر ايقونات سطح المكتب، بعد كده بتحافظ لي على الترتيب التلقائي للايقونات، بعد كده بتحافظ لي على المحاذاة، بعد كده بتخفي لي ايقونات سطح المكتب. كل ده بعمله من قائمة فيو. هروح على قائمة فيو واختار حاجة اسمها اللارج ايكون، كبر معايا الايقونات بتاعت سطح المكتب. تعالوا نختار الميديوم ايكون، خلي ايقونات سطح المكتب متوسطه. طب تعالوا نخليها سمول، صغرها معايا خالص، صغرها معايا خالص. خليها ميديوم وارتبها. يبقى اللارج ايكون والميديوم ايكون والسمول ايكون هي متحكمه في حجم ايقونات سطح المكتب. طيب الاوتو ارينج ايكون،
ترتيب التلقائي. تعالوا كده مثلا نختار الواتساب نحركه، اتحرك ولا لا؟ ادي اتحرك معايا. الاوبرا اتحرك معايا. انترنت داونلود اتحرك معايا. فمعنى كده ان هو ما حافظش معايا على الترتيب، ما حافظش معايا على الترتيب. تعالوا كده نروح على فيو ونعلم علامة صح على الاوت والرينج، وتعال جرب ان احنا نحرك الواتساب. مش هيتحرك معايا اهو، حرك مش هيتحرك معايا، لان الاوتو الرينج بتحافظ لي على الترتيب، بتحافظ على الترتيب اللي انت موجود فيه. طيب تعالوا كده نختار، هنشيل علامة الصح من حاجة اسمها align icon to grid بس، وانا معلم علامة صح على ايه؟ على الاوتو الرينج اهو. اللي حصل ما عملتش معايا، ان في نفس الوقت انا محافظ على الترتيب التلقائي. يعني ايه المحاذاه؟ يعني المسافه ما بين كل ايقونه والتانيه، المسافه ما بين كل ايقونه والتانيه. طيب تعالوا كده نشيل علامه الصح من الالاين ايكون والاوتو ارينج كمان. هو دلوقتي محافظ على المحاذاه، على المسافه ما بين كل ايقونه والتانيه. تعالوا كده نمسك الاوبرا نخليه هنا في المنتصف. ايه اللي حصل؟ اتحطت عادي. الواتساب اتحط عادي. جوجل درايف اتحط عادي. الباور بي اتحط عادي. الجيميل اتحط عادي. معنى كده ان هو ما حافظش معايا على المحاذاه. طب لو كنت معلم علامه صح على الاوتو ارينج مهما اعمل مش هيعمل معايا، لان هو برضو محافظ لي على الترتيب التلقائي. طب شلت علامه الصح من ده من الاين ايكون تو جريد، هيبقى مسموح لي ان انا احط الايقونه في اي مكان انا عايزه. طب تعالوا كده نشيل علامة الصح من الشو ديسكتوب ايكون. خفى معايا ايقونات سطح المكتب. خفى معايا ايقونات سطح المكتب اهو. طب عايز اظهرها، اروح على فيو واروح اعلم علامة صح على الشو ديسكتوب ايكون. فكده ظهر معايا ايقونات سطح المكتب، ظهر معايا ايقونات سطح المكتب. دي قائمة فيو او عرض. القائمة التانية حاجة اسمها السورت باي أو ترتيب بواسطة. أنا عايز أرتب أيقونات سطح المكتب بواسطة الاسم. يعني إيه الاسم؟ يعني رتبها لي من إيه للزد أهو. تعالوا بصوا كده معايا هنا، بدأها من هنا. سيبك من كل اللي فات دي علشان خاطر دول حاجات أساسية مع الجهاز، فهو مش بيلعب في الحاجات الأساسية. الدوكومنت والزيس بي سي والريسايكل بن والكنترول بانل. أما هنا أدي الإيه؟ أدي الجي، ادي الام، ادي الام، ادي البي اس وهكذا. فرتبها لي من ايه للزد. طب رحت تاني واخترت نيم، الاقي رتبها لي من الزد للايه؟ عكس، رتب من الزد للايه؟ رتب من الزد للايه؟ طب لو اخترت السايز، بيرتبها لي من اكبر ايقونه في الحجم لحد اصغر ايقونه. تعال ادوس على سايز تاني اهو، رتبها لي من اصغر ايقونه لاكبر ايقونه. معنى كده ان النيم في اول مره بيرتب لي من الايه للزد، المره الثانيه من الزد للايه. السايز بيرتب لي من الاكبر للاصغر، وفي المره الثانيه من الاصغر للاكبر. طيب تعالوا مثلا نختار حاجه اسمها الايتم تايب. الايتم تايب من حيث نوع الملف. يعني ايه نوع الملف؟ يعني الملفات اللي شبه بعض يحطها لي تحت بعض. زي ايه؟ يعني نفترض مثلا عندي ملفات وورد كتير، عندي انشأت ملفات وورد، عندي مثلا انشأت باوربوينت ببلشر، باوربوينت تاني، وادي بابلش. طيب هنعمل لهم ترتيب حسب الاسم. طيب هروح بقى هعمل سورت باي ايتم تايب. شايفين اللي حصل؟ خلالي ملفات الباوربوينت تحت بعض، ملفات الببلشر تحت بعض، ملفات الوورد تحت بعض، وهنا البي دي اف تحت بعض. بيحط لي الملفات اللي شبه بعض بيحطها لي تحت بعض، اللي هو من نفس النوع، اللي بتكون من نفس النوع.
هنرتبها تاني حسب النيم. عندي بعد كده الديت موديفايد، تاريخ التحديث، برتبها لي من الأحدث للأقدم، من الأحدث للأقدم. رحت دوست تاني عليها، رتبها لي من الأقدم للأحدث. يعني المرة الأولى في النيم برتبها لي من الإيه للزد. طب لو دوست عليها مرة تانية من الزد للإيه، السايز من الأكبر للأصغر، ولو دوست عليها مرة تانية من الأصغر للأكبر. نوع الملف اللي هو الملفات اللي من نفس الفئة ومن نفس النوع تحت بعض. أما الديت موديفايد من الأحدث للأقدم، أو لو دوست عليها مرة تانية من الأقدم للأحدث. طيب عندي نوعين من أنواع البرامج عندي في الجهاز، نوع اسمه البيلت إن ونوع اسمه السيت أب. قلنا النوع اسمه البيلت إن ونوع اسمه السيت اب. طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ايه الفرق ما بين البيلت ان والسيت اب؟ البيلت ان اللي هي البرامج اللي بتكون جاية مع الجهاز نفسها، يعني البرامج اللي انا ما بقدرش احذفها، زي الآلة الحاسبة، زي المفكرة، زي المنبه، زي الرسام. الحاجات دي أنا ما بقدرش أحذفها، فالحاجات اللي أنا ما بقدرش أحذفها اسمها بيلت إن، برامج لا يمكن حذفها. أما البرامج اللي هي بقدر أحذفها اسمها السيت أب، من اسمها تثبيت سيت أب، برامج أنا نزلتها عندي على الجهاز لكن هقدر أحذفها، هقدر أحذفها. طيب فده الفرق ما بين البيلت إن وما بين السيت اب. وزي ما قلنا معنى كده ان البيلت ان هي البرامج اللي انا بقدر احذفها، اما السيت اب هي البرامج اللي انا ما بقدرش احذفها. طيب كويس خالص، تعالوا نكمل. اول ما ادوس على ريفرش بيعمل لي زي تحديث للجهاز، النظام بتاعي اهو. اللي فاتح من اللاب اف ان مع اف 5، اف ان مع اف 5 الاختصار بتاعتها، اف ان مع اف 5. يا اما اللي فاتح برضو من كمبيوتر اف 5، هيدوس على اف 5. ولو دوس اف 5 لوحدها هتعمل معايا برضو، بس في بعض الاجهزه لازم او بعض اللابات لازم ادوس على اف ان، لازم اضغط على اف ان. كويس خالص، تعالوا كده نضغط كليك يمين، ظهرت معايا حاجة اسمها البيست والبيست شورت كات. يعني ايه بيست وبيست شورت كات؟ هنشرحها دلوقتي مع بعض. ندخل على مستند زي ده، تمام، ورحت كتبت اسم زي ده، كتبت اسم محمد. انا عايز اخد نسخة تانية من الاسم ده، يبقى عشان اخد نسخة تانية من الاسم طبعا كوبي او نسخ، كوبي او نسخ. طيب يعني ايه كوبي او نسخ؟ تعالوا كده اهو، انا حددت، ضغطت كليك يمين عليها، ظهرت معايا حاجة اسمها كوبي اللي هو نسخ، دوست على كوبي. طيب انا دوست على كوبي، النسخة اللي انا خدتها بلصقها ازاي؟ كليك يمين في مكان فاضي وادوس على حاجه اسمها البيست او اللصق، كده انا خدت نسخه منها، يبقى كوبي بياخد لي نسخه. اما قط معناها قص، شايفين علامه المقص من شكلها؟ علامه المقص معناها ان انا بقص، ان انا بشيلها كلها من المكان اللي هي فيه. لما دوست على قط اتشالت من المكان اللي فيه، انا مش هاخد نسخه تانية منها.
واروح على المكان التاني وادوس على حاجه اسمها البيست لصق. نفس القصه برضو هنا في المجلدات، عايز اخد نسخه تانية مثلا من الباور بي، كليك يمين عليها واختار كوبي او نسخ، اروح ادور في المكان اللي عايز انسخ فيه وكليك يمين في مكان فاضي وادوس على بيست او لصق. معنى كده لو رحت على سطح المكتب هلاقيها موجودة، فانا كده اخدت نسخة تانية منها، نسخة تانية منها. طيب لو ضغطت مثلا كليك يمين عليها ودوست على حاجة، او كليك يمين على الشريط على الملف ده ودوست على قط اللي هو قص، ورحت في مكان فاضي هنا ودوست على بيست اللي هو لصق، هروح على سطح المكتب مش هلاقيه موجود. انا شلته كله من المكان اللي فيه ورحت حطيته في مكان تاني، ورحت حطيته في مكان تاني. ده الفرق ما بين الكوبي والقط والبيست، النسخ واللصق والقص. ده نوع كارت الشاشة اللي عندي الانفيديا. هنا النيكست باك جراوند، النيكست باك جراوند احنا ملاحظين لو انا مثلا معايا تليفون محمول عادي، فلما بفتح مثلا التليفون المحمول لو عامل الشاشه اللي هي حاطط كذا صوره، ازاي كذا صوره؟ يعني بمجرد ما هفتح التليفون دلوقتي هلاقي فيه صوره، اروح اقفله وافتحه تاني الاقي الصوره التانيه، اروح اقفله وافتحه تاني الاقي الصوره التالته، اروح اقفله وافتحه تاني الاقي الصوره الرابعه خالص. دي اسمها اللي هو ايه؟ حاجه اسمها سلايد شو، كذا صورة حاططها فبيغير ما بين الصور. نفس القصة هنا لو دست على حاجة اسمها النكست ديسكتوب باك جراوند جاب لي الصورة اللي بعدها اهو، نكست ديسكتوب باك جراوند جاب لي الصورة اللي بعدها، نكست ديسكتوب باك جراوند جاب لي الصورة اللي بعدها، نكست ديسكتوب باك جراوند اهي الصورة اللي بعدها، وهكذا. ده بالنسبة للنكست ديسكتوب باك جراوند. طيب نيو، نيو من اسمها جديد او انشاء، من خلالها بنشئ مجلد جديد او بنشئ ملف جديد. يعني لو قلت لك انشئ لمجلد، بنشئ مجلد ازاي؟ ان انا بضغط كليك يمين على سطح المكتب وعلى اي مكان عايز انشئ فيه مجلد وادوس على نيو، وبعد كده هختار فولدر، اختار فولدر اهو، تم انشاء المجلد، تم انشاء المجلد. حتى كمان عمل لي تظليل على الاسم، يعني انت عايزه باسم ايه؟ ادي بكتب الاسم اللي انا عايزه كده، انشأت مجلد. طيب قال لك انشئ مثلا ملف وورد، برضو هروح كليك يمين واختار نيو واختار مايكروسوفت وورد دوكومنت. عايز انشئ ملف اكسس، مايكروسوفت اكسس داتابيز. عايز انشئ باوربوينت، ملف باوربوينت مايكروسوفت باوربوينت برزنتيشن. عايز انشئ مثلا اكسل، مايكروسوفت اكسل وورك شيت. شايفين لما اجي انشئ ملف ايا كان الملف، سواء الوورد او الباور او الاكسل او الاكسس، في الاخر في حاجه اسمها دي او سي اكس اللي هو الصيغه بتاعتي. طب تعالوا كده نجرب نحذف كل ده بالصيغة، انا حذفت الصيغة كمان اهو وكتبت اي حاجة وادوس على انتر، بيقول لي ار يو شور يو وانت تو تشينج ات، هل انت متأكد ان انت عايز تغيره؟ ندوس يس. اللي حصل الورقة بيضاء، معناها ان الملف اللي عندي بيجي غير صالح للاستخدام. ليه بيجي غير صالح للاستخدام؟ بيجي غير صالح للاستخدام علشان انا لغيت الصيغه بتاعتي، الصيغه بتاعتي بتبوظ لي الملف، بتخلي الملف غير صالح للاستخدام، فلازم اسيب الصيغه بتاعتي، لان الصيغه بمثابه يعتبر نقطه التشغيل للملف، هو اللي بيشغل الملف بتاعي. فكده الملف اصبح غير صالح للاستخدام، فاركز من حته الصيغه، ومش الصيغه بس كمان، يعني اهو قبل الصيغه في نقطه بوينت، برضه ما شيلش البوينت دي. البوينت والصيغه لو اتشالوا اهو، تعالوا كده نشيل الاثنين دول بس وادوس على انتر وادوس يس. اللي حصل برضو حول معايا الملف بتاع الورقه بيضاء. الصيغه عندي من اهم
اشياء او برامج او من اهم تشغيل من اهم اسباب تشغيل الملفات. طيب الصوت واضح مع الكل، ماشي مع الصورة ولا في مشكلة؟ الصوت ماشي مع الصورة ولا في أي مشكلة؟ طيب معلش مهندس، ممكن نتأكد بس من اتصال الإنترنت، بيكون مشكلة في اتصال الإنترنت. هو طالما عند باقي الباشمهندسين شغال يبقى في مشكلة عند اتصال في الإنترنت عندي. حاول تجرب مثلا تقفل الإنترنت وتفتحه تاني وهتلاقيه اشتغل معاك. زي ما قلنا إن نيو من خلالها بنشئ ملف جديد أو فولدر أو مجلد. طيب نفترض أنا أنشأت مجلد أهو وعايز أغير اسمه، يا إما هدوس على F2 من لوحة المفاتيح. طب لو ما عملش معايا من F2 على طول، فهدوس على زرار ال Fn مع F2، Fn مع F2، Fn مع F2، Fn مع F2. اعمل لي إعادة تثنية واكتب الاسم اللي انا عايزه، يا اما كليك يمين على المجلد واختار حاجة اسمها رينيم او إعادة تسمية، رينيم او إعادة تسمية. طيب هل في اختصارة لإنشاء المجلد؟ انا انشأت المجلد ده ازاي او عملت ايه؟ هدوس على لوحة المفاتيح على زرار الكنترول مع الشيفت مع ال ان، بس لازم اتأكد انا مش محدد اي حاجة موجودة عندي، اكون قاعد في مكان فاضي، وادوس على كنترول وشيفت مع حرف ال ان. انا كده محدد اهو، تعالوا هنا كده وادوس كنترول شيفت ان، كنترول مع شيفت مع ان. الناس تجرب كنترول وشيفت وان. اهو تم انشاء المجلد، كنترول مع شيفت مع ان، كنترول مع شيفت مع ان. ادوس على الثلاثة مع بعض، الثلاثة مع بعض كنترول مع شيفت مع ان، مع ان حرف الان كنترول شيفت ان. كنترول مع شيفت مع ان بيعمل لي نيو فولدر. كنترول مع شيفت مع ان نيو فولدر. طيب كنترول زائد سي بيساوي كوبي اللي هو نسخ. طيب كنترول زائد اكس بيساوي كت اللي هو قص. طيب كنترول زائد في بيساوي بيست اللي هو لصق. يبقى F2 اللي هو بيساوي رينيم او اعادة تسمية، رينيم او اعادة تسمية. طيب
هنا الكوبي اوله ايه؟ اوله حرف السي، فكنترول سي، بس اللي هو القط والبس بيشز عن القاعدة. كنترول زائد الان بيديني نيو، بس دي لو انا موجود داخل ملفات عمل. النيو اولها حرف الان، اولها حرف الان، فكنترول مع الان. طب البرنت الطباعة، البرنت اولها حرف ايه؟ اولها حرف البي، يبقى كنترول مع بي. طيب كنترول زائد اف اللي هو فايند، اللي هو لو عايز ابحث على كلمة معينة، لو عايز ابحث على كلمة موجودة عندي. طيب كنترول زائد اتش اللي هو ريبليس او استبدال، لو عايز استبدل كلمة بكلمة. دي اهم الاختصارات الموجودة عندي. طيب الحفظ، كنترول حفظ هي اسمها سيف، فكنترول اس، كنترول اس. طيب سيف اس اف 12، اف 12 اللي هو سيف اس، اف 12 اللي هو سيف اس. اي حاجة فيها اف 12، اف 10، اف 9 لو ما اشتغلتش عندي، ادور على زرار الاف ان، هدوس على اف ان وعلى اف 12، اف ان واف 2 وهكذا، وريفريش اف 5. طيب هنخليه مفتوح علشان لو في اختصارات تانية نكتبها. فدي هي الاختصارات بتاعتي، دي أهم اختصارات احنا هنشتغل عليها. طيب عندي بعد كده في حاجة اسمها الديسكتوب اي كل اوت، التخطيط الايقونات بتاعت الديسكتوب. ايه معنى كلمة تخطيط؟ يعني الايقونات بتاعتي، شو الترتيب ده بتاع الايقونات. لو انا عايز اعمل استعادة للي هو الترتيب السابق، اختار حاجة اسمها restore icon layout، اهو عمل لي استعادة للترتيب السابق، الترتيب اللي انا كنت عامله قبل كده. restore بيعمل لي استعادة للترتيب او التخطيط اللي كنت عامله قبل كده. طيب اما لو دوست على save icon layout، ممكن ارتب عادي ايقونات سطح المكتب، ابتدي ارتبها. بعد ما برتبها بروح على ديسكتوب ايكون لي اوت وادوس على السيف ايكون لي اوت، خلاص انا عايز احفظ الترتيب بتاعي ده. طيب اللي انا حفظته ده هلاقيه فين؟ هلاقيه في حاجه اسمها اللانش ري ايكون، اهو موجود هنا عندي. عايز احذفه هدوس على ديليت. طب لو عندي كذا تخطيط وعايز احفظ تخطيط فيهم، هدوس على سيف، ادوس على سيف. يعني احفظ تخطيط فيهم، يعني افعله على سطح المكتب، ودي مسؤولة عن الترتيب بتاع سطح المكتب، ترتيب الايقونات الموجودة على سطح المكتب. لو عايز استعيد الترتيب اللي قبل كده، هدوس على ريستور او استعادة. طيب لو عايز احفظ الترتيب اللي انا عملت ترتيب وعايز احفظه، سيف ايكون لي اوت. طب لو عايز اجيب اللي هو المكان اللي انا حافظ فيه التخطيط بتاعي، اللانش ري ايكون. تعالوا كده ناخد حاجة اسمها Display Setting، إعدادات الشاشة، إعدادات الشاشة. أول ما دوست على إعدادات الشاشة ظهر معايا حاجة اسمها Display، وقال لي حاجة اسمها Brightness and Color، Change Brightness اللي هي الإضاءة، أهو اللي بيحصل في الشاشة الإضاءة بتاعتها بتقل. تحتها في حاجة اسمها النايت لايت، الوضع الليلي، الوضع الليلي لو عايز افعله، الوضع الليلي. هنا بيقول لي النايت لايت سيتنج، اعدادات الوضع الليلي.
انت عايز الوضع الليلي يبدا من فين؟ اخلي في الاسكادول هنا خليه اون. انا بحدد الوضع الليلي من هنا المده بتاعته. البي ام معناها مساء والاي ام معناها صباح. من هنا اهو زي ما انتم شايفين اهو. عندي هنا في حاجه اسمها السكيل اند لي اوت اللي هي الابعاد والتخطيط. اول حاجه عندي تشينج سايز اوف تكست ابس اند اذر ايتم، تغيير حجم النصوص والتطبيقات واللي هو وملفات اخرى. تعالوا كده نجرب نختار 100. ايه اللي حصل؟ صغر معايا الايقونات بتاعت سطح المكتب، صغر معايا حجم الخط، اروح على سطح المكتب برضو صغر معايا. طب تعالوا مثلا او صغر معايا كل حاجه، كل اللي موجود عندي صغر. تعالوا نختار 175، هلاقيه كبر معايا بالشكل ده، كبر معايا الايقونات والخط كبر معايا. فهي متحكمه في ايه؟ في حجم النصوص اللي مكتوبه عندي وحجم التطبيقات والملفات الاخرى. هلاقيه هنا كاتب لي 125% ريكومندد، معناها ان اللي موصى بيها 125، يعني من الافضل ان انا هختار 125. طيب الريزوليوشن الدقه بتاعت الكلام او برضو حجم الكلام اهو. تعالوا كده نختار 1280 اهو. الشاشه بتشتغل، انا بعد ثواني. لو انا خلاص لو عايز احفظ هختار حاجه اسمها الكي بتشينج، لو عايز ارجع هختار حاجه اسمها ريفيرت. بس هنا بيقول لي الموصى بيها 1920 في 1080، ودي مختصه بحجم الشاشه نفسها، حجم الشاشه ودقه الكلام. الاورينتيشن هو الاتجاه، اتجاه الشاشه اللي انا عامله ده اسمه لاندسكيب، الاتجاه الافقي. اما لو اخترت بورتريت هتكون ظاهره بالشكل ده، البورتريت هيكون ظاهر بالشكل ده. الكلام جاي من فوق عندي، جاي من فوق اهو ديسبلاي. ادوس على ريفيرت. طيب لو اخترت حاجه اسمها اللاندسكيب فليب، الكلام الموجود فوق هيتعكس، هيبقى من تحت. يعني كلمه ديسبلاي دي هتبقى من تحت اهو، بقت من تحت، بقت بالعكس، بجد بالعكس. طيب لو اخترت مثلا بورتريت رأسي، الكلام اللي كان جاي من ناحيه ناحيه اليسار على ايدك الشمال بقى جاي من ناحيه اليمين اهو. فدي خاص باتجاه الشاشه. طيب ده اللي هو الديسبلاي. طيب انا عندي في قائمه في الجنب، القائمه اللي انتم شايفينها دي في الجنب اهو ناحيه اليسار، ده اللي انا كنت بشتغل فيه الديسبلاي. طيب الساوند الصوت، الفوليوم ده اللي هو صوت الجهاز اللي عندي، الميكروفون اهو. اما هنا التست يور ميكروفون، لو عايز اعمل تيست للميكروفون بتاعي او اعمل زي معاينه للميكروفون بتاعي هل هو شغال ولا لا. شايفين الميكروفون بيتحرك على حسب ايه؟ على حسب درجه الصوت بتاعتي، على حسب درجه الصوت بتاعتي. طيب الانبوت، انا حاليا انا مختار الطريقه اللي انا بتكلم بيها. المدخلات، انا بتكلم عن طريق ميكروفون. تعالوا كده نختار حاجة اسمها النوتيفيكيشن. النوتيفيكيشن ظهر معايا حاجات كتيرة. عندي حاجة اسمها اللوكيشن. يعني ايه لوكيشن؟ لوكيشن لو عايز الموقع بتاعي احدد موقع الجهاز بتاعي. طيب الاول سيتنج الاعدادات بتاعتي، الاعدادات بتاعتي لو عايز ادخل على الاعدادات. النتورك شبكة الانترنت. التابلت مود وضع التابلت، لو معايا قلم وعايز اكتب على الشاشة بس لازم تكون الشاشة لمس. الفوكس اللي هو وضع اللي هو التركيز اكتر. النايت لايت الوضع الليلي.
السكرين سناب دي بتعمل سكرين شوت، ده البليتوز بتاعي. ده اللي هو اللي هو حاجة اسمها موفر الطاقة أو موفر بطارية. هنا لو عايز أعمل كونكت بتليفون محمول، هنا البريتنس اللي احنا قلنا عليها الإضاءة، ده لو عايز أعمل تسبوت، وده الواي فاي، وده اللي هو الاير بلين مود، وضع الطيران. بجيبها من فين تاني؟ شايفين شريط اللي هو التاسك بار اللي احنا واقفين عليه؟ لو ضغطت على انتر الرسالة في اهي ظهرت معايا تاني. ده اللوكيشن لو عايز احدد الموقع بتاعي، هضغط عليه اون، فكده انا فتحت الموقع بتاعي. عايز اخليه اوف، اول سيتنج بيدخلني على الاعدادات، الاعدادات اللي انا واقف عليها. دوست على هوم، اهو دي الاعدادات بتاعتي، دي الاعدادات بتاعتي. طيب لو اخترت حاجه اسمها الفوكس بيخليها لي كوضع ايه يعني مركز شويه، او وضع اللي هو التركيز. النايت لايت الوضع الليلي. طيب لو اخترت مثلا اللي هو الاضاءه، اهو قلل معايا الاضاءه بتاعتي. زي ما ادي الواي فاي، وادي وضع الطيران، وده البلوتوث. هلاقي العلامه دي في اللابات بس. ده السكرين سنابنج لو عايز اعمل سكرين شوت، اهو ظهرت معايا بالشكل ده. هنا في حاجه اسمها ريكتانجل لو عايز اعمل سكرين بشكل هندسي مستطيل زي كده. اسحب بكليك شمال واروح اشيل ايدي، هو كده اتحفظ. اتحفظ فين؟ بروح على ملف الوورد واختار بيست، اهو تم ادراجها معايا، تم ادراجها معايا. يا اما هعمل ايه؟ يا اما هروح على الزيز بي سي واروح على السي واختار حاجه اسمها اليوزر، واختار اسم الجهاز بتاعي او لغه العصر مثلا، واختار حاجه اسمها البيكتشر. بعد كده هروح على السكرين شوت والاقيها موجوده في السكرين شوت. انا ما حفظتهاش، بس انا لما اجي احفظها بقى الاقيها موجوده في السكرين شوت اللي عندك. ده بالنسبة للنوتيفيكيشن أو الإشعارات. طيب الفوكس زي ما قلنا، الباور أند سليب بيقول لي أون بطاري باور تيرن أوف أفتر. إيه معنى الكلام ده؟ معناها لو أنا عايز أقفل الشاشة بتاعتي بعد مدة محددة، وأنا بحدد المدة بتاعتها، ألاقي الشاشة فصلت. طيب أما سليب، سليب مش بيقفل لي الشاشه، بيقفل لي الجهاز ككل. انا عايز بعد فتره قد ايه البي سي بتاعي او البيرسونال كمبيوتر، البي سي اختصارت البيرسونال كمبيوتر، الكمبيوتر الشخصي بتاعي يقفل بعد قد ايه. انا بحددها من هنا، انا بحدد المده بتاعتي. ده اللي هو البطاريه عندي اهو 93%، ده اللي هو احنا موفر الطاقه. ستورج ده التخزين، التخزين اللي عندي اهو. ده وضع اللي هو التابلت، ده لو عندي تاسكات اكتر مثلا التايم لاين. طيب هنا الرينج ويندو اوتوماتيك باي تريجنج زيم تو زيس او ذا سايد او كورنرز، تمام. هنا بيقول لي اون ذا تاسك بار شو ويندو ذات ار اوبن اون، يعني في التاسك بار بيظهر معايا الحاجات اللي انا هفتحها زي كده اهو، هيظهر معايا اه. طيب البريسنج الت تاب شو ويندو ذات ار اوبن اون، لو دست على الت مع تاب بيظهر معايا اللي هي الحاجات اللي انا فاتحها، بيظهر معايا الحاجات اللي انا فاتحها. طب لو مش عايز الكلام ده، بيقول لي اونلي ذا ديسكتوب او اول ديسكتوب، اول ديسكتوب هختار منهم اللي انا عايزه. طيب ده هنا بيقول لي في البروجيكتنج، هنا اسم الجهاز بتاعي اهو، الكليب بورد هيستوري اللي هو لو عندي حاجه اسمها كليب بورد،
لو انا مثلا عملت نسخه او قص لشيء معين على الشاشه بلصقه فين؟ في حاجه اسمها الكليب بورد، الريموت ديسكتوب، ان انا اكون قادر على التحكم في شريط المهام. هنا اباوت بيقول لي الحاجات اللي انت عاملها، الفاير وول، نتورك بروتكشن، الحمايه بتاعه النتورك عندك، بس حاول تفعل برنامج فحص الفيروسات. هنا بيديني مواصفات الجهاز بتاعتي اللي هو الديفايس نيم، اسم الجهاز، البروسيسور بتاعي، عندي نوعين من البروسيسور، عندي الانتل وعندي الاي ام دي، وهنا الجيل السابع الاي 7 الجيل السابع، وعندي كارت الشاشه عندي انفيديا وعندي اي ام دي برضو، الرام عندي 8، الديفايس اي دي الاي دي بتاع الجهاز والاي دي بتاع المنتج، ونوع النظام عندي 64 وعندي 32، وال 64 اللي هو بيشتغل مع الانظمه الحديثه يعني الاصدارات الحديثه وبيستحمل اكتر، اما ال 32 بيكون مع الاصدارات القديمه. ال 64 بيكون جامع المواصفات او مواصفات الجهاز اللي هو الجهاز اللي مواصفاته عليه اللي هو الاباوت. عايز اعرف مواصفات الجهاز ده تاني من مكان تاني، كليك يمين على زيس بي سي، كليك يمين على زيس بي سي واختار حاجه اسمها بروبرتيز او خصائص. ادي ظهر معايا المواصفات اللي انا، ادي جاي لي ويندوز 10، ويندوز 10 انا قايل لي ويندوز 10 برو، وهنا التصنيع بتاعي ويندوز 10 برو اكس 64، في طبعا اكس 64 وفي اكس 82 تقريبا، وفي ال 64 اللي هي نوع النظام اللي عندي، لو اخترت حاجه و80 يبقى نوع النظام 32، دي الرامه وده البروسيسور، وعندي الفون نمبر، عندي هنا اسم الجهاز، وعندي الاي دي بتاع المنتج بتاعي، اي دي بتاع المنتج بتاعي. ولو ضغطت كليك يمين على الاس بي سي واخترت حاجه اسمها المانج التحكم، رحت على المانج، ظهرت معايا قائمه بالشكل ده. بعد كده هروح على حاجه اسمها الديفايس مانجر. من الديفايس مانجر بعرف اذا كان الاجهزه اللي عندي متعرفه ولا لا، طالما ظاهر سهم بالشكل ده معناه ان كل ده متعرف عندي على الجهاز. ان شاء الله باذن الله هيبقى في محاضره ازاي نثبت النسخه وازاي نعرف النسخه وازاي اثبت اوفيس عندي على الجهاز، دي هتبقى محاضره كامله لوحدها. عند البلوتوز متعرف، عند الكاميرا متعرفه، عند الكمبيوتر متعرف، عند الشاشه متعرفه، لوحه المفاتيح متعرفه، الشبكات متعرفه، البروسيسور متعرف، كل ده متعرفين عندي، كل ده متعرف عندي. طيب امتى ما يكونش متعرف؟ لو لقيت في علامه اكس في الجنب او علامه تعجب، علامه تعجب اهو زي دي علامه التعجب، معناه ان هو مش متعرف، معناه ان هو مش متعرف. طب لو عايز اعمل تقسيم للبارتيشن اللي عندي، شايفين في حاجه اسمها الديسك مانجمنت اهو، ده الديسك مانجمنت، وهضغط كليك يمين على البارتيشن اللي عايز اعمل له تقسيم، كليك يمين عليه واختار حاجه اسمها شرانك فوليوم، شرانك فوليوم، وابتدي اقسم، ادخل المساحه اللي انا عايزها وادوس على شرانك. فده لو عايز ابتدي اقسم اللي هو البارتيشن بتاعي، وان شاء الله باذن الله هناخد بالتفصيل ازاي اثبت النسخه، ازاي اثبت النسخه اول حاجه، والحاجه الثانيه ازاي اعمل التعريفات للنسخه بتاعتي، والحاجه الثالثه ازاي ان انا اعرف الحاجات او اعرف الحاجات اللي مش متعرفه، وازاي اقسم البارتيشن اللي عندي، وازاي انا انزل واسطب الاوفيس بجميع اشكاله. فمن الديسك مانجمنت انا بعمل حاجه اسمها تقسيم للبارتيشن، او اللي هو احنا بنسميه السي والدي والاي والاف وهكذا. طيب انا لو عندي مجلد بالشكل ده، ادي انشاته، اول ما بضغط كليك يمين عليه ظهر عندي من فوق حاجه اسمها اوبن، اوبن لو عايز اعمل له فتح، لو عايز افتح المجلد ده، يا اما هضغط عليه ضغطتين كليك شمال هيفتح معايا،
لما كليك يمين عليه واختار اوبن. عندي بعد كده هنا هنبص هنلاقي في حاجه اسمها الاد تو ارشيف والاد تو نيو فولدر ار اي ار. انا لو عندي ملف عايز اضغط الملف ده، يعني ايه اضغط الملف؟ يعني بقلل حجم الملف، يعني ان انا بحميه من الفيروسات، يعني يبقى في سماحيه ان انا انزله عن طريق الانترنت بكل سهوله. ازاي؟ كليك يمين عليه، شايفين هنا عندي اربع اشكال للملفات الضغط اهو، انا هختار منها اللي هو اخرها الصيغه بتاعته، الصيغه بتاعت الملف الضاغط ار اي ار ار اي ار، هدوس عليه اهو. اختار ملف عندي يكون مثلا فيه حاجات اهو، اختار ديه واختار ار اي ار، اقول له يس. استنى نختار واحد تاني اه، فده بالضغط ادي ال ار اي ار الملف الضغط هلاقوه ظاهر عندكم بشكل كتاب، ظهر عندك بشكل الكتاب. طيب ده الملف الضغط. طيب انا عايز افتح او استخرج الملف للضغط، كليك يمين عليه وادوس على حاجه اسمها الاكستراكت هير، استخراج هنا، استخراج هنا، هيعمل لي استخراج لوحده، هيطلع لي كل الملفات اهو كده كده عشان موجود عندي، هدوس يس تو اول بس عشان موجود عندي على سطح المكتب، عشان كده ظهرت معايا الرسائل دي اهو. طب لو دوست على اكستراكت فايل ظهرت معايا حاجه بالشكل ده، وادوس على اوكي. هي هي انا بحدد المكان اللي عايز استخرج فيه، تمام. هنا بيقول لي عايز يعمل استخراج واستبدل ملفات، ولا استخراج ويحدث الملفات، ولا اعمل لي حاجه اسمها فريش تحديث. اختار من هنا وادوس على اوكي. نفترض انا عندي ملف زي ديه، ملف زي ديه، ورحت اخترت حاجه اسمها الاد تو ارشيف، اضافه للارشيف. ايه معنى اضافه للارشيف؟ معناها انا عايز اعمل له كلمه مرور او باسورد. كليك يمين واد تو ارشيف واختار حاجه اسمها السيت باسورد، ده لو عايز اخلي الملف الضغط اللي عندي احوله ليه بس اعمله بباسورد سيت باسورد، واكتب الباسورد اللي بتاعي هكتبه هنا وادوس على اوكي. بعد كده اوكي فهيتعمل له باسورد، هيتعمل باسورد لاي ملف عندي، ملف زي ديه احول الملف ضغط واعمله باسورد من اد تو ارشيف. وزي ما قلنا كوبي اللي هو نسخ وكت اللي هو قص، كرييت شورت كات بينشئ لي نسخة احتياطية منه بس نسميها لي شورت كات، نسخة طبق الأصل منه. طيب لو عايز أرسل الملف ده بس على مثلا فلاشة معينة، أضغط كليك يمين أهو عليها وأدوس سند تو إرسال إلى، وأختار الفلاشة اللي عندي وأبعتها، عايز أبعتها عن طريق البلوتوز اختار بلوتوث ديفايس وهكذا. طيب انا موجود دلوقتي اهو داخل سطح المكتب داخل انا اسف الماي كمبيوتر، وعايز ابعت حاجه على سطح المكتب، كليك يمين عليها وادوس سند تو ديسكتوب، سند تو ديسكتوب اهو تم ارسالها لسطح المكتب، بس عمل لي ليها زي شورت كات او نسخه احتياطيه شورت كات. حد الآن تمام. عند البروبرتز بيعرف لي الخصائص بتاعت المجلد أو أي حاجة أنا واقف عليها، كليك يمين زي ما أنا عرفت هنا خصائص الجهاز من كليك يمين بروبرتز، برضو أي مجلد عندي كليك يمين عليه واختار بروبرتز أو خصائص. ظهرت معايا قائمة بالشكل ده، أول حاجة هنا بيديني اسم الملف اللي أنا واقف عليه، اسم الملف. هنا بيديني التايب نوع الملف، انا عندي الملف فولدر، نوع الملف ايه؟ فولدر. طيب اللوكيشن المكان اللي موجود فيه الملف، هبدأها من الشمال السي، ادخل على السي بعد كده اليوزر بعد كده لغة العصر بعد كده الديسكتوب،
تعال كده نجرب نشوفه ده صح ولا غلط. هدخل على السي، بعد كده قال لي اليوزر، بعد كده قال لي لغة العصر، بعد كده قال لي الديسكتوب. اهو موجود فعلا زي ما هو قال. كليك يمين على المجلد واختار بروبرتيز، اهو يقول لي في السي، بعد كده تدخل على اليوزر، بعد كده على لغة العصر، بعد كده على الديسكتوب. السايز، السايز ده هي حجم الملف الاصلي، السايز ده حجم الملف الاصلي، اما حجمه على الديسك او الدرايف اللي عندي حجمه اهو، فحجمه الاصلي مديني 1.68، اما حجمه على الدرايف او القطاع او البارتيشن اللي عندي اهو 1.69. طيب كونتنت المحتويات، الملف ده بيحتوي على ايه؟ بيقول لي بيحتوي على 8 فايل وصفر فولدر. مفيش جواه فولدر، هو فعلا مفيش جواه فولدر، لكن كام فايل؟ ده 1 2 3 4 5 6 7 8، ففعلا زي ما هو قال بيحتوي على 8 فايل. 8 فايل. كرييتيف انا انشاته ده امتى؟ بيقول لي مديني هنا اليوم فرايدي الجمعه، اوجست شهر 8 27 2021، مديني الساعه والدقيقه والثانيه، وقال لي ايه امتى، مديني بالتفصيل انا انشاته امتى. ثواني كده، احنا عايزين طيب. فكرييتد هنا مديني بالتفصيل انا انشاته امتى. طيب هنا برضو في الطيب اوف فايل مديني نوع الملف نفسه، بدل ما اداني هناك الفولدر اداني هنا ايه الوورد دوكومنت، ده نوع الملف. طيب ايه الفرق ما بين الثلاثه، الكرييتد والمودفايد والاكسس؟ الكرييتد انا انشاته امتى بالظبط؟ طيب لو دخلت عدلت عليه اهو، كاتب لي تاريخ التعديل انا عدلت امتى. طيب الاكسس انا امتى اخر مره فتحت الملف، انا امتى اخر مره فتحته، مديني التاريخ اللي انا فتحت فيه الملف، مديني التاريخ اللي انا فتحت فيه الملف. طيب لحد هنا زي الفل. طب لو قال لي مثلا ده انشات فولدر، قال لي خلي لي المجلد ده للقراءه فقط، هضغط كليك يمين عليه واختار بروبرتيز واروح اعلم علامه صح على الريد اونلي، يعني للقراءه فقط ما اقدرش اعدي عليه، وادوس على ابلاي، بعد كده اوكي، ده لو عايز اخليه للقراءه فقط. طيب لو قال لي غير شكل المجلد، كليك يمين عليه اختار بروبرتيز، عندي فوق خالص في حاجه اسمها جنرال، دي اللي بتظهر معايا المواصفات بتاعه المجلد اللي انا فاتحه. طيب في حاجه اسمها كاستمايز، كاستمايز هدوس عليها، هتلاقي من تحت في حاجه اسمها تشينج ايكون، تغيير الايقونه، تغيير الايقونه، هدوس عليها اهو، اختار الايقونه اللي انا عايزها. نفترض اخترت دي، دوست على اوكي، ادوس على ابلاي، تعالوا كده بصوا اهو غير الشكل بتاعها. يبقى تاني ازاي؟ كليك يمين عليها واختار بروبرتيز واروح على كاستمايز واروح على حاجه اسمها تشينج ايكون، تغيير الايقونه، واختار الشكل اللي انا عايزه. طب تعالوا كده نختار، ندور، شايفين هتلاقوا فيه اربع اماكن فاضيه، تعالوا كده نختار واحد فيهم، اختار التاني وادوس على اوكي وادوس على ابلاي. اللي حصل مبقاش ليه شكل، الاسم بس اللي ظاهر، الاسم بس اللي ظاهر، فده بيغير معايا شكل الايقونة اللي انا عايزه، بيغير معايا شكل الايقونة. دلوقتي لما اجي اعمل حذف هدوس عليها ديليت، فظهرت معايا رسالة تأكيد بيقول لي هل انت عايز تحذف ولا لأ، ادوس يس اور نو. طيب لو ضغطت كليك يمين على الريسايكل بن او سلة المحذوفات، تعالوا كده نضغط كليك يمين على الريسايكل بن واختار حاجة اسمها بروبرتيز او خصائص، هتظهر معايا قائمة بالشكل ده، هلاقي هنا بيقول لي الماكسيمم سايز اللي هو الحجم، يعني اكبر حجم عندي او القيمة العظمى، مديهوني اهو بالميجا بايت.
هنا بيقول لي في حاجة اسمها Display Delete Confirmation Dialog. لو شلت علامة الصح من عليها ودوست على Apply اللي هو تطبيق ودوست على OK، تعالوا كده نحذف ده، ندوس على Delete. اللي حصل حذفهولي من غير ما يجيب لي رسالة التأكيد. معنى كده ان اللي هو علامة الصح اللي عندي Display Delete متحكمة في الرسالة. يعني متحكمة في الرسالة نفسها، يعني ادي اعلم عليها علامة الصح وادوس على Apply وادوس OK، اروح اعمل استعادة ودوست على Delete فجاب لي الرسالة بتاعتي. الفرق ما بين ديليت وما بين شيفت ديليت، ديليت بيحذف لي الملف من الجهاز بس بيوديهولي في سلة المحذوفات، أما الشيفت ديليت بيحذفهولي حذف نهائي، حذف نهائي من الجهاز. طيب أدي كليك يمين ودوست على ديليت، دوست على يس، راح فين؟ في سلة المحذوفات. راح في سلة المحذوفات. شاهد واحد تاني ودوست على delete أو delete من لوحة المفاتيح. أول ما بدوس على أي مجلد فيهم حتى لو ما دوستش هلاقي فيه أوامر ظاهرة معايا فوق. طب الأوامر دي بتعمل إيه؟ لو ضغطت على واحد فيهم في حاجة اسمها Restore File Selected Item، عايز أعمل استعادة للملف اللي أنا محدده، يعني اللي أنا محدده بس، أنا عايز أعمل استعادة لده بس. طيب لو عايز أعمل استعادة لكل الملفات الموجودة عندي أختار حاجة اسمها Restore All Item، استعادة لكل الملفات. طيب لو عايز أجيب خصائص سلة المحذوفات أختار Recycle Bin Properties أهي اللي احنا كنا بنجيبها من بره، كليك يمين عليها واختار بروبرتيز. بس عشان تظهر معايا الاوامر دي اتاكد من فوق ان انا مختار حاجه اسمها ريسايكل بين تولز، ادوات سله المحذوفات. طب لو عايز اعمل ديليت لكل ادوس على امبتي ريسايكل بين، تفريغ سله المحذوفات، تفريغ سله المحذوفات. يا اما من بره كليك يمين على سله المحذوفات واختار حاجه اسمها الامبتي ريسايكل بن، تفريغ سله المحذوفات. طيب ريستور بتعمل لي ايه؟ ريستور بتعمل لي استعاده لاي ملف عندي بس لنفس المكان اللي انا حذفت منه. اما لو ضغطت كليك يمين ودوست على قط يبقى عملت له قص، مش شرط احطه في نفس المكان. اما ريستور بتعمل لي استعاده ليه في نفس المكان. ريستور بتعمل لي استعادة للمجلد اللي عندي في نفس المكان. طيب حلو خالص. ضغطت كليك يمين على سطح المكتب ورحت اخترت حاجة اسمها البيرسوناليز او تخصيص. ظهرت معايا قائمة بالشكل ده، هنختار منها الباك جراوند او الخلفية، الباك جراوند او الخلفية. طيب دي بتعمل ايه؟ من اسمها الباك جراوند اللي هي خلفية سطح المكتب. خلفية سطح المكتب، بس لحظة. انا بعتذر معاكم منكم يعني كلكم، عشان بس بتابع على جروبات الواتساب عشان الناس مش عارفه تدخل. في الاول حابب اقدم، انا بعتذر، بحاول اقدم خالص العزاء للبشمهندس احمد حسام في وفاة جده ربنا يرحمه. ربنا صبرنا يا رب ان شاء الله كده، وربنا يغفر له ويسكنه في سح جناته يا رب العالمين. نكمل محاضرة النهاردة. عندي الباك جراوند أو الخلفية، الباك جراوند أو الخلفية أو الباك جراوند. طيب
اول ما بدوس على السهم اللي عندي ظهر معايا 3 اختيارات، البيكتشر والسوليد كلر والسلايد شو. تعالوا كده نختار البيكتشر، معناها لو عايز احط صورة واحدة بس على الجهاز عندي. انا مش عجباني اي صورة من الصور دي، رحت اخترت او دوست على حاجة اسمها براوس او استعراض. براوس او استعراض، اروح اختار الصورة اللي انا عايزها اهو، بختار الصورة اللي انا عايزها، بدور من هنا الاماكن، المكان فين بالظبط. هنا في اشوف الصورة بتاعتي انا حاططها فين وادور عليها. انا خلاص عايز الصورة دي اخليها صورة خلفية، ادوس على تشويس بيكتشر اختيار الصورة. طيب ده بالنسبة لصورة سطح المكتب. طب يعني ايه تشويس افيت؟ تعالوا كده نختار حاجة اسمها الفيل. الفيل بيعبي لي الصورة في سطح المكتب، بيخلي لي الصورة تملأ كل سطح المكتب. طيب الفيت شايفين في الجنب؟ اه، عشان تشوفوها اكتر. ظهرت معايا زي حاجة او لون سادة اهو، معنى كده ان الشاشة اللي عندي او الصورة اللي انا مختارها مش معبية سطح المكتب. طيب ريتش معناها بيملي معايا سطح المكتب. التايل اهو نفس اللي ظاهر. السنتر نفس القصة. السبين برضو نفس القصة. اول ما بدوس على الفت ظهرت معايا بيقول لي اختار اللون اللي انت عايزه، الالوان اللي في الجنب دي. بختار اللون اللي انا عايزه، بختار من هنا اللون اللي انا عايزه. طيب لو دوست على وبدوس على دن، بدوس على دن، لو دوست على مور ظهر معايا الوان تانية. عندي في حاجة اسمها ال RGB وعندي حاجة اسمها ال CMYK. اللي بيستخدم التصميمات او الفوتوشوب برامج التصميم عارف الفرق ما بين ال RGB وال CMYK. ال CMYK اللي هو سيان ماجنتا يالو بلاك، سيان اللون السماوي، ماجنتا اللي هو اللون البنفسجي، الواي اللي هو اليالو اللي هو اللون الاصفر، والكي اللي هو البلاك اللون الاسود. فالسي ام واي كي دي الوان الطباعه، لو عايز اطبع عملت تصميم وعايز اطبعه اختار السي ام واي كي. طب لو عملت تصميم وعايز اعرضه على السوشيال ميديا اختار الار جي بي اللي هو الريد جرين بلو، الاحمر والاخضر والازرق. فهنا مديني درجات الالوان، وهنا الكود بتاع اللون. ممكن ادخل على الانترنت لو انا بدور على لون معين واجيب الكود بتاعه، اكتب مثلا كود اللون البنفسجي هيظهر معايا بالشكل ده. طب لو اخترت حاجه اسمها السوليد كلر، السوليد كلر بخلي سطح المكتب اللي عندي لون ساده اهو زي كده، بخليه لون ساده، بختار اللون اللي انا عايزه. طيب سلايد شو، سلايد شو اللي انا اتكلمت عليه، بس الاول هروح على البيكتشر واختار من هنا الفيلم اللي انا بحط مجموعه صور بيغير ما بينهم، اللي هو ظهرت معاها اسمها النيكست ديسكتوب باك جراوند، الصوره اللي بعدها. طيب يا اما اخلي الويندوز هو اللي يحط الصور، يا اما انا اللي احط مجموعه صور. من فين هروح؟ على حاجه اسمها براوس، وعلى جل ان انا اكون حاطط الصور داخل مجلد. ليه؟ علشان لو ضغطت على المجلد بيقول لي حاجه اسمها تشويس ذس فولدر، اختار هذا المجلد. فلازم اكون حاطط الصور داخل مجلد وادوس على تشويس ذس فولدر. ايا كان عدد الصور اللي موجوده في المجلد اللي عندك هيحطها لي على سطح المكتب، وهتبدل ما بينهم زي ما انت عايز. الوقت ما بين كل صوره والتانيه انت عايزه قد ايه؟ عايزه مثلا يوم، عايزه 6 ساعات، عايزه ساعة، عايزه 30 دقيقة، عايزه 10 دقايق، عايزه دقيقة. فأنت بتحدد المدة اللي أنت عايزها، وهنا برضو بتختار الفت بتاعك اللي هو التعبئة بتاعتك. طيب الكلر، من القائمة اللي عندي ناحية اليسار في حاجة اسمها الكلر. طيب الكلر عندي بتعمل إيه؟ الكلر اللي هي لون النظام، يعني لون النظام
تعالوا كده لو وقفنا على الستارت اللون رصاصي. انا فاتح هنا ملف اللون بتاعه برضو رصاصي من تحت، شايفين الخط اللي هو باللون الرصاصي ده، انا عايز اغير لونه، اخترت لون ده اللون اللي هو الاورنج، شايفين الشكل اللي حصل، تغير اللون معايا، اروح على الستارت افتحها تغير اللون. طب تعالوا نختار لون تاني، اهو غير لون النظام، اختار اللون الاخضر، غير معايا برضو لون النظام وهكذا. فدي متحكمة في لون النظام اللي عندي، لون النظام. اعتذر منكم دقيقة وهرجع تاني على طول، دقيقة معلش. طيب نكمل تاني المحاضرة بتاعتنا. زي ما قلنا الكلر بتعمل ايه. طيب عندي بعد كده في حاجة اسمها اللوك سكرين او شاشة القفل، لوك سكرين او شاشة القفل. يعني ايه شاشة قفل؟ يعني لو سبت الجهاز لمدة من الزمن او فترة من الزمن ما استعملتهوش، هلاقي ان هو قفل لوحده، مش قفل اغلاق كل، لا قفل اغلاق جزئي، جاب لي شاشة القفل اللي هي بتجي قبل، اللي هو لو انا عامل كلمة مرور او باسورد للجهاز تجي لي قبلها. طيب برضو ظهر عندي يا اما بيكتشر يا اما الويندوز سبوت لايت، هي البيكتشر، الويندوز سبوت لايت هو اللي بيختار لي الصورة، اما البيكتشر انا بختار من البراوز الصورة اللي انا عايزها، يا اما اخليه حاجة اسمها سلايد شو، سلايد شو، يا اما اخلي الجهاز هو اللي يغير، يا اما انا بختار الفولدر اللي عايز اخليه سلايد شو او الصور اللي فيه تغير زي ما هي عايزه. هنزل تحت زي ما انا في اللوك سكرين، في حاجه اسمها السكرين سيفر سيتنج، اعدادات شاشه التوقف. هنا في السكرين سيفر ظهر معايا انواع مختلفه لشاشه التوقف. تعالوا كده نختار حاجه اسمها الريبون وادوس على بريفيو. فدي اعدادات اللي هو الريبون. طيب لو اخترت مستفاي ودوست على بريفيو، ده هي شكل المستفاي. طيب البابلز دوست على بريفيو، خليت شاشة التوقف كفقاعات. لو اخترت بلانك يخليها لي شاشة سوداء. طب تعالوا نختار فوتو واختار حاجة اسمها السيتنج او الاعدادات، واختار من هنا من البيكتشر اختار حاجة اسمها براوس او استعراض، اختار الصورة اللي انا عايزها ان انا اخليها شاشة توقف. بعد كده بدوس على اوكي، وهنا اللي هو سرعة سلايد شو، انا عايزها سلو بطيء ولا ميديوم متوسط ولا فاست سريع. بعد كده ادوس على سيف لو عايزها كصوره. طب لو عايزها كنص 3 دي هدوس على 3 دي تكست وادوس على بريفيو اهو بالشكل ده. طب هدوس على سيتنج الاعدادات، في الكاستم تكست هنا بكتب الاسم اللي انا عايزه تكست، او عايز اكتب او عايز اخليه شاشه توقف. انا عايز اخلي اسم محمد رمضان 3D تكست، فبكتب من هنا النص اللي انا عايزه في الكاستم تكست. تعالوا نختار حاجه اسمها تشويس فونت، اختيار الخط، ظهر معايا بالشكل ده. هنا نوع الخط اللي انا عايزه، بدور على انواع الخطوط، دي كلها انواع الخطوط. طيب الفونت ستايل، الستايل بتاع الخط، انا لو عايز اتخن الخط بتاعي اختار بولد، لو عايز اتخنه واميله في نفس الوقت بولد ايتاليك، لو عايز اميله بس ايتاليك. اما اهو ده ايتاليك اللي هو امالة الخط، البولد بيتخن معايا حجم الخط، البولد ايتاليك بيتخنه وميله في نفس الوقت، اما ريجولار اللي هو الخط الطبيعي بتاعي او المنتظم بتاعي.
ده الستايل بتاع الخط اللي انا هختاره. بعد كده هدوس على اوكي. هنا في حاجه اسمها الموشن وهنا الروتيشن تايب، نوع الحركه. يعني ايه نوع الحركه؟ تعالوا كده نختار حاجه اسمها امبل وادوس على اوكي وادوس على بريفيو. اهو دي الحركه بتاعتي، فانا متحكم في نوع الحركه برضو. هنا في حاجه اسمها السوليد كلر، وراح اعلم علامه صح على الكاستم كلر واختار شويس كلر، اختار اللون اللي انا عايزه يكون حوالين الاسم، اللون اللي انا عايزه حوالين الاسم، اختار اللون اللي انا عايزه من هنا. طيب التكتشر، شو التكتشر؟ لازم يكون عندي تكتشر على الجهاز. يعني ايه تكتشر؟ اهو تعالوا كده في ملف الوورد، ادي البيج كلر الافكت، هو ده شكل التكتشر اهو. دي اشكال للتكتشر اللي عندي. طيب ريفليكشن، لو عايز اعمل مراية للخط بتاعي اختار الريفليكشن بتاعي، بس دي لازم تكون نماذج جاهزة نازلة على الجهاز. طيب هنا الريزوليوشن، الدقة بتاعت ظهور الكلام، الدقة بتاعته انا عايزه كبير ولا صغير، والدقة نفسها الكلام يكون ظاهر ولا لا. طب السايز اللي هو الحجم، انا عايزه سمول صغير ولا لارج كبير، انا بحدد من هنا. طيب السرعة بتاعت الدوران، عايزه سلو بطيء ولا فاست سريع، بحدد من هنا سرعة الدوران وبعد كده بدوس على اوكي. خلصت خالص. عندي في حاجة اسمها الويت، انا عايز مثلا لو سبت الجهاز لمدة 15 دقيقة تظهر معايا شاشة التوقف دي. طب مش شرط 15، ممكن انا اللي احدد زي ما انا عايز اهو. انا بحدد من هنا شاشة التوقف. طيب يعني ايه اون ريزيوم ديسبلاي لوجن سكرين؟ افتكروا ايه معنى الكلام ده؟ وليه انا عامل عليه علامة صح؟ ناس تحاول تشارك معايا. انا اختار نوع حركة اسبين واختار اوكي. تمام. في حاجة اسمها هنا اون ريزيوم ديسبلاي لوجن سكرين، طب ايه معنى الكلام ده؟ هل هي متحكمة في شاشة التوقف ولا ملهاش دعوة أصلا بشاشة التوقف؟ هل ليها ميزة ولا سواء علمت أو معلمتش مش هتفرق معايا؟ إيه ميزة اللي هي الديسبلاي لوجين سكرين؟ لو أنا عندي شاشة تسجيل دخول، شاشة تسجيل دخول لو عايز اعرضها، لو انا خلاص انا ظهرت معايا اهو شاشه توقف، وعايز اظهر بعد شاشه التوقف دي شاشه تسجيل الدخول اللي هو الصوره اللي انا مختارها دي اهو من هنا، لو عايز اظهرها اعلم علامه صح، لو مش عايز اظهرها اشيل علامه الصح من عليها، اشيل علامه الصح من عليها. بيقول لي هنا في حاجه اسمها الشو لوك سكرين باك جراوند بيكتشر اون ذا ساين ان سكرين، معناه ان هو يظهر معايا الصوره او الخلفيه اللي انا حاططها في شاشه التوقف لما اجي اعمل تسجيل دخول لشاشه التوقف. لو مش عايزها ادوس اون، لو عايزها اختار اون. طيب سيمز، دي سيمزات مختلفه للجهاز. تعالوا نختار حاجه اسمها ويندوز. اللي حصل بصوا كده معايا، غير الشكل بتاعه من جوه السيمز نفسه. طب تعالوا نختار واحد تاني اهو. لما ادوس على اي حاجه بيظهر معايا صوت، اما السيمز الطبيعي بتاع اللي هو الويندوز 10، ويندوز 10 اغير اللون كولر، اختار اللون بتاعي. عندي السيمز في الجنب ظهر معايا برضو الخلفية والكلر والساوند اللي هو الصوت بتاع الجهاز.
وعندي اهو ده الساوند الاصوات، وعندي حاجه اسمها الماوس كريزر. اول ما بدوس عليها ظهر معايا اشكال كتيره للماوس، اشكال مختلفه للماوس اهو. تعالوا كده نختار الشكل ده ودوس على اوكي. ايه اللي حصل معايا؟ اختار الشكل ده هو بيظهر معايا فوق، دي اشكال للماوس، اشكال مختلفة للماوس، بس اتأكد ان انا حفظت اهو. انا عايز الشكل الطبيعي بتاعي. تعال نطلع، نطلع من ده ونروح عليها تاني. دي اللي هي السمزات الموجودة عندي. لو عايز احفظ سمز معين ادوس سيف سمز واكتب السمز اللي انا عايزه. طيب الفونت، الفونت دي انواع الخطوط المتعرفة عندي على الجهاز، دي انواع الخطوط اهو، انواع الخطوط الموجودة عندي على الجهاز. لو عايز ابحث على خط معين اكتبه هنا، هنا بيقول لي كل الخطوط، الخطوط العربية ولا عايزها، عايز اي خطوط بالظبط من الفلتر باي. ستارت، قائمة الستارت اللي احنا قلنا عليها اللي هي قائمة ابدأ، اللي هي القائمة دي ليها كذا امر. يعني ايه كذا امر؟ اول حاجة بيقول لي show more tiles on start. بيعرض لي مزيد من الاشكال والتطبيقات في اللي هو قائمة ستارت. طيب التاني حاجة بيعرض لي، بيقول لي show app list in start menu، بيعرض معايا قائمة من التطبيقات زي ما هو عارض اهو، قائمة من التطبيقات. الميزة في قائمة الستارت ان هو مرتب التطبيقات او في ويندوز 10 عموما مرتبها من الـ A للـ Z، من الـ A للـ Z. بس هنا فوق بيقول لي الموست يوزد، اكتر تطبيقات انا استخدمتها. هنا بيقول لي الريسنتلي ادد، اخر تطبيقات انا ضفتها. معنى كده لو عايز اظهر شو ريسنتلي اد ابس، لو عايز اظهر اخر تطبيقات اللي انا ضفتها، التطبيقات المؤخرة، اختار اون. طيب اكتر تطبيقات استخدمتها اخليها اون عشان تظهر برضو. لو اخترت اوف هلاقي قائمة الموست يوزد مش موجودة معايا. طيب اليوز ستارت فول سكرين لو خليتها اون ايه اللي حصل؟ اللي حصل معايا اول ما ادوس على قائمة ستارت ملت معايا الشاشة كلها، ملت معايا الشاشة كلها. طيب خليتها اوف خليتها لي بالشكل ده، اخدت جزء من الشاشة. طيب تعالوا كده على التاسك بار، انا هعرف احرك التاسك بار ده اهو، بحركه عادي. انا حركته ليه؟ ايه اللي خلاني احركه؟ هنا في حاجة اسمها اللوك ذا تاسك بار، قفل التاسك بار او شريط المهام. لو عايز اقفله ومحركهوش اخليه اوف. طب لو عايز احركه اخليه اون. تعالوا كده نحرك، بيتحرك معايا؟ لا، خليه اوف. اون بيقفله لي، اون بيقفل لي التاسك بار مش بيخليه يتحرك، اما اوف بيفتح لي التاسك بار. لو سحبت بكليك شمال في اي مكان هيتحرك معايا اهو، التاسك بار بيتحرك معايا علشان انا مخليه هنا اوف. يا اما هضغط كليك يمين على التاسك بار واشيل علامة الصح من حاجة اسمها اللوك ذا تاسك بار. هنا في حاجة اسمها الاوتوماتيك هايد ذا تاسك بار ان ديسكتوب مود. ايه اللي حصل؟ انا عشان مش واقف على التاسك بار فهو اختفى، اول ما اروح عليه ظهر، بعدت عنه اختفى، اول ما رحت وقفت عليه ظهر. فدي اللي هو بيعمل لي اخفاء تلقائي للتاسك بار. طب لو هنا اخترت حاجه اسمها بيقول لي اليوز سمول تاسك بار بوتنج، الزرار بتاع التاسك بار او الحاجات اللي موجوده على التاسك بار بيخلي الايقونات بتاعتها صغيره. دوست اون صغرها معايا، دوست اوف كبرها معايا. من هنا برضو متحكمه في التاسك بار لوكيشن اون سكرين، موقع التاسك بار اهي. تعالوا كده نختار رايت، خلينا ناحيه اليمين، التوب ناحيه الاعلى، ليفت اليسار، البوتم من اسفل. فدي متحكمه في مكان التاسك بار بتاعي، مكان التاسك بار بتاعي. طيب
حلو خالص يا حاتم، تعالوا كده ندرس مع بعض التاسك بار بالتفصيل. يعني ايه ندرس مع بعض التاسك بار بالتفصيل؟ عندي في التاسك بار ظهر معايا التطبيقات، التطبيقات اللي انا موجودة عندي او مفتوحة عندي. طيب نفترض انا واقف على حاجه اسمها هنا اسمها ديف، وضغطت كليك يمين عليه واخترت حاجه اسمها البن تو تاسك بار، يعني التثبيت على شريط المهام. اهو اللي حصل، اتضاف معايا على شريط المهام. طب عايز اشيله من شريط المهام، كليك يمين عليه واختار حاجه اسمها ان بن فروم تاسك بار، الغاء التثبيت من التاسك بار، الغاء التثبيت من التاسك بار، لغاية التثبيت من التاسك بار. أي ملف مفتوح عندي هنا أهو ألاقي فيه زي مستطيل صغير من تحت أو خط صغير فيه اللون بتاع النظام أو لون الكلر، ده معناه إن هو مفتوح. طب هقدر أحط مجلدات أثبتها على التاسك بار؟ لا، بثبت ملفات تشغيل بس، بثبت ملفات تشغيل بس. ايه ظهر معايا هنا؟ ظهر معايا الاشعارات اللي احنا كنا اخدناها، وظهر معايا هنا حاجه اسمها هنا الوقت والتاريخ. اول ما بدوس عليه هيظهر معايا الوقت والتاريخ. دي الاجنده بتاعتي من فين؟ من علامه الزائد. ده الوقت بتاعي لو عايز اعدل عليه. تمام، دي اللغة بتاعتي لو دوست عليها واخترت عربك فغير اللغة بتاعتي لغة الجهاز. طيب تعالوا كده مثلا ندخل على زيس بي سي على ماي كمبيوتر وادوس على زرار الويندوز مع الدي، ايه اللي حصل؟ وداني على سطح المكتب. يبقى الويندوز مع الدي هيوديني على سطح المكتب، ويندوز مع الدي هيوديني على سطح المكتب. ويندوز مع شيفت مع اس هيظهر معايا السكرين شوت. ويندوز مع شيفت مع اس، ويندوز مع شيفت مع اس بيظهر معايا اللي هو السكرين شوت بتاعي. طيب يبقى الويندوز مع دي لو انا موجود في التاسك بار وعايز ان انا اروح على سطح المكتب، او ان انا لو انا موجود على اهو هشيل دي، وانا موجود حاليا في الزيز بي سي وعايز اروح على الديسكتوب ويندوز مع الدي، يا اما كليك يمين على التاسك بار واختار حاجه اسمها شو ذا ديسكتوب، وداني على الديسكتوب بتاعي، هيوديني على الديسكتوب بتاعي. طيب لو دوست على ويندوز مع المسطره او السبيس، ويندوز مع المسطره وما شيلش ايدي، ويندوز مع مسطرة مش ايدي من الويندوز، اهو ظهر معايا اللغة في الجنب. طيب ويندوز مع حرف الاي بيفتح لي ماي كمبيوتر، ويندوز مع حرف الاي بيفتح لي ماي كمبيوتر. طيب ويندوز مع الار افتح معايا الرن، اهو افتح معايا الرن. بما اننا فتحنا الرن عندي حاجات مهمة في الرن انا عايزها زي ايه؟ تعالوا كده نكتب في الرن سي ايه ال سي وادوس على اوكي، فتح معايا الآلة الحاسبة. يبقى سي ايه ال سي بيفتح معايا الآلة الحاسبة في الرن. طيب تعالوا مثلا نكتب الرن اللي هو الويندوز مع حرف الار، اكتب او اس كي، دوست على اوكي هيفتح معايا لوحة المفاتيح، لوحة المفاتيح. طيب الويندوز مع الار واروح اكتب حاجة اسمها الدي اكس دي، دي اكس دي اي اي جي، دي اكس دي اي اي جي، وادوس على اوكي.
فتح معايا مواصفات الجهاز اهي، دي مواصفات الجهاز بتاعتي اهو، دي مواصفات الشاشة والصوت وهكذا، دي مواصفات الجهاز بتاعي. طيب ويندوز مع حرف الار، واروح اكتب حاجة اسمها البي بروش وادوس على اوكي. البي بروش فتح معايا الرسام، البي بروش بيفتح معايا الرسام. طيب كويس خالص لحد الآن. تعالوا كده نضغط كليك يمين على التاسك بار، ظهرت معايا قائمة بالشكل ده. لو دوست على التاسك بار سيتنج بيفتح معايا اعدادات التاسك بار اللي احنا شرحناها في البيرسونالايز. طب لو ضغطت كليك يمين في حاجة اسمها اللوك ذا تاسك بار، لو عايز اقفل التاسك بار اروح اعلم عليه علامة صح، اما لو عايز احركه اشيل علامة الصح من عليه. اول حاجه عندي فوق اسمها التول بار اللي هو ادوات الشريط، لو اخترت حاجه اسمها الديسكتوب ودخلت على زيز بي سي ودوست على ديسكتوب، هل هو طلع لي على الديسكتوب؟ لا، احنا قلنا الاختصار ويندوز مع الدي. فالديسكتوب بيظهر معايا كل الايقونات اللي موجوده على الديسكتوب او سطح المكتب، عايز اشيلها كليك يمين في التول بار واروح اشيل علامه الصح من عليه. نفس القصة لو عايز أضيف أدرس أو لينك. طيب سيرش، شايفين علامة العدسة أو البحث اللي ببحث عن أي حاجة موجودة على الجهاز عندي أهو، حاجة زي كده أهو. طيب تعالوا كده مثلا في السيرش أختار حاجة اسمها الشو سيرش بوكس، ظهرها لي كشكل صندوق، ظهرت معايا في شكل صندوق. طيب لو رحت على السيرش واخترت هيدن خفها لي خالص، انا كل ده بعمله كليك يمين على التاسك بار. او تعالوا نختار الشو سيرش ايكون، ظهرها لي في شكل ايكون، ظهرت معايا في شكل ايكون. طيب الشو تاسك فيو بوتن بيعمل ايه؟ تعالوا كده ندوس عليها الشو تاسك فيو بوتن، او ظهرت معايا حاجه اسمها التاسك فيو. ايه التاسك فيو؟ دي الملفات اللي انا فاتحها عندي اهو، دي الملفات اللي انا فاتحها عندي، دي الحاجات اللي انا اخدتها قبل كده او الحاجات اللي انا فتحتها قبل كده. يبقى ده الحاجات اللي انا فتحتها او الحاجات اللي انا فاتحها دلوقتي اهو، دي الحاجات اللي انا فاتحها دلوقتي ودي اللي هو الحاجات اللي انا فتحتها قبل كده. طيب لو دوست على الت مع تاب، الت مع تاب بيتحرك ما بين اللي هو الملفات اللي انا فاتحها، بمجرد ما هقف على اي ملف فيهم هيفتحولي. الت مع تاب، الت مع تاب، ده اللي هو الشو تاسك فيو بوتن. طب لو اخترت حاجه اسمها الشو بيبول اون ذا تاسك بار، ظهر معايا علامه شخصين عندي، ده موقع تواصل اجتماعي زي الفيسبوك كده، زي الانستجرام، زي التويتر، زي الواتساب، زي التليجرام، كل ما عليه ان انا بضيف اشخاص هنا عندي علشان اتواصل معاهم اهو، فايند اند بين كونتاكت، بضيف اللي هو اشخاص علشان اقدر اتواصل معاهم، دي جهات الاتصال بتاعتي. اشيلها ازاي؟ كليك يمين على التاسك بار، ادوس على حاجه اسمها الشو بيبول اون ذا تاسك بار. الشو ويندو لينك بيعمل ايه؟ شايفين ظهر معايا ايه تحت؟ اول ما بدوس عليها ظهر معايا حاجة بالشكل ده، اخر تطبيقات انا استخدمتها، ودي تطبيقات موجودة عندي، تطبيقات موجودة عندي. لو دوست على حاجة اسمها سكتش باد ظهرت معايا بالشكل ده، هنستخدمها شوية عشان كده انا مش هشيلها. طيب يعني ايه طيب شو تاتش كيبورد بوتن؟ بيظهر معايا زرار لوحه المفاتيح اهو، بص عليه فتح معايا لوحه المفاتيح، فتح معايا لوحه المفاتيح. طيب التاسك مانجر بيظهر معايا اللي هو مدير المهمات، لو عندي تطبيق مش شغال تمام هروح اضغط عليه، بمجرد ما هضغط عليه انا نفترض ان انا مثلا مشغل ملف تشغيل معين
والملف ده وقف هنا مش عايز يشتغل ولا عايز يطلع ولا عايز يعمل اي حاجه. ادوس على كنترول مع الت مع ديليت، ادوس على الثلاثه مع بعض كنترول مع الت مع ديليت، وبعد كده هدوس على التاسك مانجر. هدوس على التاسك مانجر اللي انا ضغطت كليك يمين على التاسك بار واخترت التاسك مانجر. هدوس على الحاجه اللي مش عايزه تشتغل معايا، يا اما كليك يمين عليها واختار اند تاسك انهاء المهمه، يا اما هختار من تحت اند تاسك او انهاء المهمه. اهو هذا البرنامج بيقول لي واخد قد ايه من السي بي يو، وحده المعالجه المركزيه، واخد قد ايه من الميموري الذاكره ومن الديسك ومن الشبكه. طيب ده بالنسبه للتاسك مانجر. طيب عندي ثلاث اوامر مهمين، لو ضغطت كليك يمين على التاسك بار هلاقيهم مش متفاعلين معايا. طب ليه؟ تعالوا كده نجرب، مثلا نفتح حاجه زي كده. اكون على الاقل عندي فاتح مستندين، على الاقل فاتح اللي حصل اتفعله. تعالوا كده نختار حاجه اسمها الكاسكيد ويندو. اللي حصل، في حد ملاحظ حاجه؟ في حد ملاحظ حاجه عندي؟ حد ملاحظ حاجه؟ طب ليه مش ملاحظين حاجه؟ لان انا مش فاتح ملفات عندي، لازم افتحها، لازم افتح الملفين تحت بعض كده. انا فتحتهم هم، ما اروحش بره واروح ادوس كليك يمين واختار، لان الرجعه مش متفعله. فتحت الملفين، ادي الملف الاول وادي الملف الثاني، كليك يمين واختار كاسكيد ويندو. ايه اللي حصل؟ اهو خلالي الملفين تحت بعض، اهو خلى الملفين عندي منطبقين تحت بعض، خلى الملفين عندي منطبقين تحت بعض. طيب تعالوا نختار حاجة اسمها الشو ويندو ستاكد، خليهم لي تحت بعض، مش منطبقين تحت بعض، لا خليهم لي كده بالعرض او بالطول تحت بعض. طيب كليك يمين واختار سايد باي سايد، برضو خليهم لي تحت بعض بالظبط كده، بس خلى كل واحد فيهم اخد نص الصفحة ونص الشاشة عندي، سواهم لبعض. طيب ده الفرق ما بين التلاتة. طيب ده بالنسبة للتاسك بار أو شريط المهام. تعالوا كده ندخل على زيس بي سي. عندي تلات قوائم مهمين جدا، بس قبلها لو دخلت على الدي وعايز أبحث على حاجة معينة، في حاجة أنا اسمها السيرش، هكتب الحاجة اللي أنا ببحث عليها ايا كان، مثلا الحاجه اللي انا ببحث عليها اهو، لو ببحث على حاجه بالصيغه هكتب الصيغه بتاعتها، فده اللي انا ببحث عليه. طيب تعالوا كده نرجع على عندي حاجه اسمها كمبيوتر، وعندي فيو، وعندي الفايل. طيب هي فعلا كتيرة، بس يعني عشان برضو الناس تكون عندها خلفية عن كل حاجة تخص الأساسيات. الناس ممكن برضو يعني بعد ما تخلص ترجع للمحاضرة تاني وتسمعها. دي حاجة. الحاجة التانية نكمل إن شاء الله الشرح بتاعنا. لو أنا عندي مجلد بالشكل ده، مجلد بالشكل ده، وعايز اخفي المجلد بتاعي، كليك يمين عليه واختار بروبرتيز او خصائص، هلاحظ من تحت ان في حاجه اسمها هيدن، هيدن او اخفاء. هروح اعلم علامه صح عليها وادوس ابلاي تطبيق، بعد كده بدوس على اوكي. ايه اللي حصل؟ هلاقي الملف عندي بيجي ظاهر بس بنسبه بهتان. لا انا عايز اخفيه خالص، بروح على زيز بي سي فوق حاجة اسمها فيو او عرض، واروح اشيل علامة الصح من الهيدن ايتم، هروح على سطح المكتب مش موجود. اظهره ازاي؟ برضو من نفس الطريقة، واروح اعلم علامة صح على الهيدن.
بأول خطوة كليك يمين على المجلد، بعد كده هختار بروبرتيز واروح اعلم علامة صح على الهيدن ايتم. طيب اخفيه خالص من الجهاز. احنا قلنا بخفيه خالص ازاي؟ خالص ان انا بروح على الفيو واروح اعلم علامة صح على الهيدن ايتم، الهيدن ايتم. طيب انا اول خطوة دي ثابتة، ان انا بضغط كليك يمين بروبرتيز وعلم علامة صح على هيدن. طيب بعد كده بعلم اشيل علامة الصح من الهيدن ايتم، هلاقيه اختفى من سطح المكتب اللي عندي. دي طريقة. الطريقة التانية، انا في حاجة عندي في الاخر اسمها الاوبشن، هدوس عليها يا اما هدوس على السهم واختار تشينج فولدر، ظهرت معايا بالشكل ده. هروح اعلم على كلمة فيو او اختار فيو، هلاقيه بيقول لي من تحت هنا في حاجة اسمها الشو هيدن، اظهار الاخفاء، يبقى هيكون ظاهر على سطح المكتب بنسبة بهتان. طب لو عايز اخفيه خالص اختار الدونت شو هيدن، الدونت شو هيدن اهو، وادوس على ابلاي بعد كده اوكي. طيب الطريقة الثالثة، بروح على فايل بعد كده بختار، هتظهر عندكم يا اما اوبشن اعدادات يا اما تشينج فولدر اند سيرش، واروح اعلم على فيو واروح اعلم على الدونت شو. دي كده طارت تالت طريقة للإخفاء. طيب نفترض أنا فتحت الأوبشن، ادي ظهرت معايا بالشكل ده. تعالوا كده، هنا بيقول لي كليك ايتم از فلو، معنى ايه الكلام ده؟ انا مختار سنجل، دوست اوكي، بمجرد ما هدوس ضغطه واحده بس على الملف هيفتح معايا. من فين تاني؟ بروح على اوبشن وبختار من الجنرال هنا حاجه اسمها سنجل. طب لو اخترت الدبل، دوست اوكي، يبقى لازم ادوس ضغطتين عشان يفتح معايا، لازم ادوس ضغطتين علشان يفتح معايا، اما السنجل ضغطه واحده بس كفايه، ضغطه واحده بس كفايه عندي. دي الفيو، دي الجنرال. طيب كويس خالص، ده بالنسبه لاخفاء المجلد، ده بالنسبه لطريقه اخفاء المجلد. طب عايز اشيل البهتان من عليه، كليك يمين عليه اختار بروبرتيز واشيل علامة الصح من الهيدن وادوس على ابلاي وادوس على اوكي فظهر معايا، احذفه يا اما باشمهندس عمر، باشمهندس حضرتك معايا؟ تمام. نيجي نكمل. تمام، ظهر معايا بنسبة بهتان، انا عايز احذفه خالص، شيفت ديليت، اما لو عايز احذفه بس يروح على سلة المحذوفات هدوس على ديليت بس. تعالوا كده ندرس قائمة كمبيوتر عندي هنا بالتفصيل. عندي اول حاجة بروبرتيز، اول ما ادوس عليها ظهر معايا خصائص الجهاز، بروبرتيز ظهر معايا خصائص الجهاز اهو، خصائص الجهاز بتاعتي. طيب تعالوا، انا واقف حاليا على البارتيشن دي او على القطاع او على الدرايف، لو دوست على اوبن فتحولي. طيب واقف عليه ودوست على رينيم هيعمل لي اعاده تسميه، بكتب بسمي الدرايف بالاسم اللي انا عايزه، يا اما كليك يمين عليه واختار حاجه اسمها رينيم او اعاده تسميه. الاكسس ميديا، ان انا لو عايز اعمل اتصال باللي هو اجزاء الميديا اللي هي السماعات، الميكروفون، اللي هو مكبرات الصوت وهكذا. اما هنا اللي هو حاجه اسمها الماب نتورك درايف، اللي هو حاجه اسمها خريطه شبكات عندي. لو عايز اضيف خريطه شبكات هدوس على براوس. طب لو عايز اضيف شبكه هدوس على حاجة اسمها Add a Network Location، إضافة موقع شبكة، هدوس على Next واختار
موقع الشبكة وادوس على نيكست فيظهر معايا الشبكة بتاعتي. طيب الاوبن سيتنج لو دوست عليها ايه اللي حصل؟ فتح معايا الاعدادات. الاوبن سيتنج فتح معايا الاعدادات. جنب الاوبن سيتنج في حاجه اسمها الانستول اور تشينج بروجرام. لو عايز اعمل الغاء تثبيت للبرامج اللي عندي، عشان اعمل الغاء تثبيت مش معنى ان انا اروح عند البرنامج وادوس ديليت انا كده ما حذفتهوش، لا انا بروح على البروجرام او البرامج اللي دوست عليها فظهرت معايا بالشكل ده. بيعمل لودنج او تحميل، ومجرد ما هضغط على الملف اللي انا عايز اعمل له الغاء تثبيت هضغط عليه واختار حاجه اسمها الانستول او الغاء التثبيت، فبيعمل لي الغاء تثبيت للتطبيق اللي عندي. طب السيستم بروبرتيز بتعمل ايه معايا؟ معايا خصائص الجهاز اهو من تحت، خصائص الجهاز. طيب المانج اللي احنا جبناها من فين؟ ان انا بضغط كليك يمين على زيس بي سي وبعد كده بختار مانج. عندي الديفايس مانجر اللي هو بشوف الحاجات المتعرفه عندي، اما الديسك مانجمنت لو عايز اعمل تقسيم للبارتيشن اقسم الدرايفات اللي عندي. كليك يمين على الدرايف وادوس على حاجه اسمها شرانك بوليان. وبكتب المساحه اللي انا عايزها وادوس على شرانك. ده بالنسبه لكمبيوتر. طيب فيو، هنا في اللي اوت او التخطيط هنا بيظهر معايا شكل الايقونات. شكل الايقونات شايفين اهو، ده شكل الايقونات، ده شكل الايقونات اللي عندي. طيب يا اما من تحت اهو، واخدين بالكم من تحت خالص اللي هو شريط الحاله بيظهر معايا بس شكلين بس، ادي هنا اشكال تانية. طب النافيجيشن بين، شلت علامة الصح من النافيجيشن بين، ايه اللي حصل؟ شل لي اللي هو الشريط اللي في الجنب، شريط اللي هو القوائم اللي عندها. طب لو اخترت اكسباند، اكسباند برضو بيعمل نفس اللي بيعمله النافيجيشن. طب لو اخترت حاجة اسمها الشو اول فولدر بيظهر معايا كل المجلدات اللي عندي اللي موجودة عندي والموجودة كمان على سطح المكتب. طيب اللايبرري اهو، هنزل تحت ادور على حاجه اسمها اللايبرري، ظهر معايا المكتبه اللي هي فيها المستندات، فيها الموسيقى، فيها الصور، فيها الفيديو وهكذا. ودي متحكم في شريط القوائم الموجود عندي في الجنب. طيب انا واقف حاليا اهو، دست على سورت باي بيعمل لي ترتيب للايقونات الموجوده عندي هنا، بيعمل لي ترتيب للايقونات الموجوده عندي. Ascending بيعمل لي ترتيب من الـ A للـ Z، أما Descending من الـ Z للـ A، من الـ Z للـ A. طب لو قال لي رتب اللي هو اللي ادخل على زيس بي سي ورتب الأيقونات الموجودة عندك على حسب الاسم بس ترتيب تنازلي، تنازلي هرتب من الـ A للـ Z، تصاعدي من الـ Z للـ A اللي هو Descending. طيب ده جروب لو عايز أرتبهم كمجموعة، لو عايز أرتبهم كمجموعة. ده بالنسبة لي فيو، بالنسبة لي كمبيوتر. لو دست على فايل، لو دست اوبن نيو ويندو ظهر معايا حاجتين، اوبن نيو ويندو واوبن نيو ويندو ان نيو بروسيس. تعالوا كده ندوس على اوبن نيو ويندو، فتح معايا اهو نافذة جديدة، نافذة جديدة. طيب تعالوا نختار اوبن نيو ويندو ان نيو بروسيس، فتح معايا برضو نيو ويندو تانية بس في ايه؟ في عملية أخرى، عملية أخرى أو ناتج آخر. هنا برضو هلاقي في الأوبن ويندو ظهر معايا أنا آخر أو الملفات أنا فتحتها، آخر ملفات أنا فتحتها. هنا إحنا قلنا من تشينج فولدر أند سيرش أوبشن، هنا بتظهر معايا اللي هو الإخفاء، طريقة الإخفاء. من الجنرال قلت لو عايز مثلا لو افتح الملف بضغطه واحده بس هختار سنجل، اما لو عايز افتحه بضغطتين هختار دبل. وعندي هيلب دوست عليها اللي هو المساعده،
لو عايز ابحث على حاجه او ادور على حاجه معينه عندي. طيب استاذنكم بس لحظه. تمام، انا هقفل المتصفح اهو. ده بالنسبه لجزء الفايل وجزء الكمبيوتر وجزء الفيو. واحنا فاضل لنا في محاضره النهارده قائمه كنترول بانل، هنشرحها ان شاء الله. من قائمه ستارت هنشرح برضو السيتنج او الاعدادات، وهنشرح البرامج اللي هي انا بسميها بيلت ان، البرامج اللي هي متثبته موجوده على الجهاز. معلش الناس استحملني في محاضرة النهاردة، لأن احنا محاضرة النهاردة والمحاضرة اللي جاية هتبقى مراجعات على كل اللي فات. النهاردة أنا هشرح أساسيات الكمبيوتر بس، والمحاضرة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله هنشرح مع بعض الجزء المتبقي في الوورد والباوربوينت والإكسل، هعمل مراجعة عليهم وبعد التركات. المحاضرة اللي بعدها هشرح أساسيات الإنترنت وبرنامج الاوت لوك، هنشرح برنامج الاوت لوك بالتفصيل. طيب ده اللي هي المحاضره اللي جايه والمحاضره اللي بعدها. بعد كده هنبتدي ندخل على البرامج اللي هي الفورم والبابليشر والفيزو والون نوت والشير بوينت. والبرامج دي الشير بوينت انا بعمل بيه موقع ويب، اللي مش عارف يعني ايه شير بوينت. والانفو باس بعمل بيه قاعده بيانات للموظفين، ده كله هناخده مع بعض. وهناخد التيمز برضو، وهخلي الاكسس اخر حاجه. هنخلص اللي هو البرامج الصغيره، مش هتاخد معاك غير يوم او اتنين، كل برنامج هياخد محاضره او اتنين ان شاء الله. طيب دلوقتي الساعه 5:25، هناخد ريست لحد الساعه 6 الا ربع، وهنرجع نكمل الجزء اللي فاضل ان شاء الله. هنخلصه على الساعه 6:30 ان شاء الله، هنحاول ما اطولش على اكتر من كده. المحاضره 3 ساعات، 6 الا ربع الريست لحد 6 الا ربع. ويا ريت محدش يطلع من الزوم، الناس كلها تفضل في الزوم موجوده. تمام، الساعه 6 الا ربع ديات الويندوز. الناس رجعت، نبدا مع بعض. عندي هنا في حاجه اسمها كنترول بانل او لوحه التحكم. تعالوا كده نضغط على كنترول بانل، فظهرت معايا قوائم بالشكل دي او ايقونات بالشكل ده. تعالوا هنا من الفيو باي او عرض بواسطه، اروح اغير شكل العرض او ظهرت لي في شكل اكبر شويه. لارج، طب سمول، اما الكاتيجوري بيحطوا لي كل الادوات اللي بتعمل نفس الحاجه، حاططها لي في مجموعه واحده. يعني اول حاجه عندي في حاجه اسمها السيستم اند سكيورتي، اللي هو النظام والامان. اول ما دست على السيستم اند سكيورتي ظهرت عندي حاجه اسمها السكيورتي اند المينتنسز. هنا لو دست على السكيورتي على السهم النازل من تحت، بيقول لي انترنت سكيورتي سيتنج، اعدادات الامان بتاعت الانترنت، بيقول لي اوكي هي مفتوحه. عندي اليوزر اكونت كنترول، التحكم في الحسابات الشخصيه برضو مفتوح، ده بالنسبه للسكيورتي. بالنسبه للمينتنسز بيقول لي الفايل هيستوري اللي هو السجل بتاع الفايلات او الملفات انت قافلها. درايف ستيتي وحالة الدرايف او القطاع اوكي مفعلها. الريبورت بروبلم اللي هو بيجيب لي تقرير للمشاكل اللي عندي في الجهاز، انا فاتح اعمل لها اون. طيب هنا بيقول لي ريكفري، ريكفري ان انا بعمل زي ريفرش للجهاز بتاعي بدون ان انا بدون ما يأثر على الفايلات او الملفات اللي عندي. طيب الجزء الثاني الويندوز ديفندر فاير وول، دوست عليها الاقي في علامه صح هنا وتحت في علامه صح، معنى كده ان
من الشبكات الخاصه عندك بيكونكت متصله، فبيقول لي جدار الحمايه بتاعها مفعل. هنا برضو في الجست بيقول نت كونكتد غير متصله لكن جدار الحمايه بتاعها مفعل. جدار الحمايه ده اللي هو بيحمي لي الجهاز بتاعي من المحاولات الغير المصرح بها، او بيحمي لي الجهاز بتاعي من الفيروسات، من الهجمات بتاعه الفيروسات. طيب تعالوا نختار السيستم اللي ظهر معايا. ظهر معايا برضو مواصفات الجهاز، طيب الباور اوبشن، اعدادات الطاقه بتاعت الجهاز اللي عندي. طيب الفايل هيستوري، بيعمل لي سيرشنج فور درايف، بيعمل لي سيرش في الدرايف اللي هو السجل بتاع اللي هو الفايلات اللي عندي. بيقول لي هو مش قادر ان هو يعمل سيرش. طيب حاجة اسمها الستورج سبيسز، مساحات التخزين اللي عندي. عندي حاجة اسمها البيت لوكر درايف انكريبشن، ده لو عايز اعمل زي باسورد للدرايف بتاعي. دخلت على الدرايف اهو، كليك يمين عليه واخترت حاجة اسمها، ممكن ندور اهو هل من هنا بعملها ولا من فين. ضغطت عليه اهو، بعملها من فين. في حاجة عندي هنا اسمها الانلوك ويز فري فايل انلوكر، تعالوا كده ندوس عليها. ده لو عايز اعمل قفل للدرايف بتاعي، نفس اللي انا بعمله من فين، من هنا، من حاجة اسمها البيت لوكر. طيب بجيبها ازاي؟ في حاجة عندي هنا اسمها الدرايف تول، ادوات الدرايف القطاع بتاعي. لو اخترت حاجة اسمها البيت لوكر، فانا عايز اعمل زي كلمة سر لي. طيب تميز اللي هي بعمل له زي تصغير، يعني زي اللي انا لو عايز ان انا اعمل له تقسيم. اما الكلين اب معناه انا عايز انضفه من اي حاجه موجوده فيه. الفورمات لو عايز اعمل احذف كل اللي موجود داخل الجهاز، اعمل له فورمات من فين، من حاجه اسمها درايف تول. لازم ادوس على الدرايف واختار الدرايف تول او ادوات القطع. عندك مثلا لو عايز اعمل استعاده لويندوز 7 اهو، اب اند ريستور ويندوز 7. طيب تاني حاجه عندي، في حاجه اسمها النتورك اند انترنت اللي هو الشبكات والانترنت. ضغطت عليها فظهرت معايا حاجه بالشكل ده. اول حاجه عندي النتورك اند شيرنج سنتر، الشبكات ومركز المشاركه. هنا ظهر معايا اسم الشبكه، هنا نوع الشبكة نفسها انترنت، والاتصال بتاعي عن طريق حاجة اسمها واي فاي، ومديني اسم الشبكة. طب لو مش متصل هيكون كاتب لي حاجة اسمها النوت كونكتد غير متصل. طيب تعالوا كده نختار تاني حاجة. انا برجع ازاي من اللي هو الباك اهو اللي انتوا شايفينه، من السهم اللي هو رجع لورا، ظهرت معايا بالشكل ده. طيب ايه معنى الكلام ده؟ معنى ده لو انا فاتح متصفح الانترنت وعايز اخلي الصفحه اللي هي موجوده هي صفحه رئيسيه، ايا كان الصفحه اللي كنت فاتحها على المتصفح. انا فتحت متصفح الانترنت، نفترض عايز اخلي الصفحه دي صفحه رئيسيه، او عايز اخلي بتاعه مايكروسوفت صفحه رئيسيه. فادوس على حاجه اسمها عندي يوز كارنت ويوز ديفولت ويوز نيو تاب. اليوز كارنت بيستخدم لي الصفحه الحاليه، بيخلي الصفحه الحاليه اللي انا فاتحها هي الصفحه الرئيسيه. اما اليوز ديفولت بيخلي لي اللي هو الصفحه الرئيسيه بتاعت المتصفح، بيخليها لي ايه؟ يعني لو انا فاتح متصفح جوجل بيخلي لي الصفحه الرئيسيه بتاعتها الصفحه بتاعت متصفح جوجل اللي هو ايه؟ اللي هو ده. طب لو فاتح الانترنت اللي هو متصفح الايه؟
هيخلي لي الصفحة الرئيسية اللي هي صفحة المتصفح، فبيستخدم لي الصفحة الافتراضية أو الصفحة الأساسية عندي، بيخليها لي هي الصفحة الأساسية بتاعة المتصفح اللي هي إيه؟ اللي هي الواجهة الأساسية بتاعة المتصفح اللي عندي. أما اليوز نيو تاب، إن أنا مش عايز أستخدم الصفحة الحالية ولا عايز أستخدم الصفحة الأساسية بتاعة المتصفح، عايز أستخدم متصفح تاني، أدوس على يوز نيو تاب وأروح أحط الرابط بتاعي هنا، بحط الرابط بتاعي هنا. لو جالي سؤال وقال لي احذف لي الباسورد اللي موجود عندك، أدوس على ديليت. تعالوا كده الناس اللي مش فاهمة الكلام المكتوب ده هنا، تعالوا كده نبص مع بعض. عندي فين؟ ادي القائمة اللي عندي. عندي كلمات المرور، بيقول لي كلمات المرور المحفوظة التي تمت كتابتها تلقائيا عند تسجيل الدخول الى موقع ويب. طب لو عايز احذفها، روح اعلم عليها علامة صح. بعمل ايه هنا؟ اعلم علامة صح على الباسورد، ادوس على ديليت. طيب الهستري اللي هو السجل بتاعي، يعني ايه سجل؟ اهو، يعني ايه سجل؟ اللي هي المحفوظات، يعني اي حاجة بدخل عليها على متصفح الانترنت هتظهر معايا في السجل اهو. ادي الهستري، دوس الهستري، ادي ظهرت معايا في السجل، دي كل حاجة دخلت عليها على متصفح الانترنت. طيب اما محفظات التنزيل اللي هو اسمها الداونلود هيستوري، اي حاجة بنزلها من الانترنت بتتحفظ في اللي هو محفظات التنزيل وهكذا. فالسؤال اللي بيجي دايما في الامتحانات الدولية بيقول لي احذف لي الباسورد، راح اعلم علامة صح عليها وادوس على ديليت او حذف. طيب الكلر اللي هو اللون بتاع النظام، اللانجوج اللي هي اللغة، والفونت اللي هي الخطوط اللي عندي، الخطوط اللي عندي، ده الخط بتاعي وهكذا. ارجع للقائمة الأساسية، وعندي حاجة اسمها الهاردوير اند ساوند، الأجهزة والطابعات. الأجهزة هنا والصوت، بعد كده هدخل على حاجة اسمها الديفايسز اند برينتر، الأجهزة والطابعات. فظهرت معايا بالشكل ده، الطابعة اللي متعلم عليها علامة صح اللي حصل عندي اهو، متعلم عليها علامة صح اهو باللون الأخضر، هي الطابعة اللي أنا مفعلها عندي، دي الطابعة المتفعلة عندي. طب لو قال لي مثلا اداني اسم طابعه في الامتحان ده بيجيبها سؤال اساسي، بيقول لي خليها لي هي الطابعه الاساسيه، كليك يمين عليها واختار حاجه اسمها سيت از ديفولت برينتر. يعني ايه بالعربي معناها؟ تعالوا نبص معناها بالعربي اهو، ده اللي خلي الطابعه دي طابعه افتراضيه. هضغط كليك يمين عليها، واختار حاجة اسمها تعيين كطابعة افتراضية، او اختار كليك يمين وادوس على حاجة اسمها set as default printer، تعيين كطابعة افتراضية. طيب لو عايز اعرض ما تم طباعته، هختار set what printing. ايه معنى ما تم طباعته؟ نفترض ان انا عايز اطبع كذا حاجة في نفس الوقت، واديت امر للطبعة فالطبعة علقت معايا، فانا عايز الغي الاوامر دي، اعمل ايه؟ بروح على set او سي what is printing، ارى يعني عايز اشوف اللي هو ايه اللي هطبعه او ايه الحاجات اللي انا اديت لها اوامر للطباعه، تمام. هيظهر معايا مثلا اللي هو الاوامر اللي انا مديها للطباعه. لو عايز اعمل كنسل او الغاء الامر، هضغط على احدد اول حاجه الحاجه اللي عايز اعمل لها الغاء امر، واروح على كلمه مستند او دوكمنت واختار منها الغاء الامر، بحدد الحاجة اللي عندي واروح على دوكومنت واختار كنسل او الغاء الامر. ده لو عندي، لو اديت للطبعة كذا امر ولقيت الطبعة علقت معايا، ده لو عايز الغي الامر بتاع الطبعة. ساعات بيجيب لي سؤال بيقول لي قم بعمل توسعة للمجلدات. توسعة يعني ايه توسعة؟
اهو، كل ما عليه ان انا هدوس على علامة الزائد بس، هدوس على علامة الزائد اللي عندي. ليه هنا خليها لي ناقص؟ ناقص مع انه وسعها لي ان هو فتح لي كل المجلدات اللي موجودة جوه المستندات. طب ايه معنى توسعة؟ معناها ان انا عايز اعرف ايه المجلدات او الملفات الموجودة في الاتمص، فكده انا عملت توسعة ليه. كده انا عملت توسعة ليه. طيب بيجي سؤال برضو تاني، عرفنا ازاي ننشئ المجلد وازاي اغير اسمه وازاي احذفه وازاي اعرف التفاصيل بتاعته. يعني لو قال لي عايز يعرف تفاصيل المجلد ده، هغير طريقة العرض لحد ما اوصل لطريقة فيها الحجم ازاي. تعالوا كده نبص مع بعض اهو، انا واقف جوه هنا، كليك يمين وصورت باي واختار السايز او الحجم، رتبها لي على حسب الحجم. لا انا مش عايزها كده، انا عايز طريقة العرض نفسها. من فين؟ من فيو، واختار حاجة اسمها الديتيلز التفاصيل. بص ظهر معايا هنا الحجم بتاع الملف، ادي السايز، ده التاريخ بتاع الانشاء وده اسمه. فلو قال لي ملف زي ده عايز حجمه، افضل ماشي لحد ما اوصل للحجم بتاعه. الاحجام بتتقاس عندي بالبت والبايت والكيلو بايت والميجا بايت والجيجا بايت والتيرا بايت. ادي الحجم بتاعه بالكيلو بايت. من فين؟ هغير، هروح على فيو واغير التخطيط بتاعه، اخليه ديتيلز او تفاصيل، ديتيلز او تفاصيل. دي أسئلة إحنا شرحتها كلها، عرفنا إزاي لو عايز أبحث على كلمة. قال لي الشكل ده هو شكل إيه؟ تخطيط هيكلي هرمي. هل هو منتظم يعني المجلدات والملفات كلها تحت بعض؟ لا. هل هو تسلسلي؟ تسلسلي يعني أوريكم شكله، يعني مثلا زي اللي هو المنفذ المتسلسل، هلاقي في نقطة هنا ونقطة قصاديها قصاديها بس جاب ميلة أهو. زي إيه؟ اوريها لكم برضو. نص بص معايا اهو كده بالشكل ده، ادي هنا نقطة وهنا نقطة، هنا نقطة وهنا نقطة، هنا نقطة وهنا نقطة. ده التسلسلي، جاي بميلة كده، ده التسلسلي، ده التسلسلي انا اقصده. طيب الهيكل الشخصي اللي هو الترتيب الخاص بي انا اللي انا رتبته، اما ده اللي هو شكل الهرم، ده اللي هو شكل الهرم. حلو خالص، ادي فتحت تاني. دي اسئله على الانترنت. طيب نفترض قال لي خلي لي الايقونه دي في الجزء الاعلى الايسر او الاعلى الايمن. ايه الاعلى الايمن؟ اهو الاعلى الايمن، عايز اخليها هنا. جيت احركها اتحركت، مفترض جيت احركها مش عايز تتحرك معايا. ليه؟ لان انا معلم علامه صح على الاوتو ارينج، فاشيل علامه الصح من عليها واحركها اخليها في الجزء الاعلى الايمن من الصفحه. طيب كويس خالص لحد الان، نيجي نكمل الشغل بتاعنا. الديفايسز دي الاجهزه اللي هي متصله، اللي هي السماعات والشاشه والتليفون والماوس، دي الطابعات المتصله عندي. لو عايز اضيف طابعه جديده اختار اد برينتر، فبيعمل لي بحث في اللي هطبعه، اختار سي وات از برينتنج. طيب لو عايز اشيل الطبعه دي اختار حاجه اسمها ريموف ديفايس، ازاله الجهاز، ازاله الجهاز. الساوند اللي هي خاصه بالاصوات، الصوت اللي عندي انا هفتح السبيكر عندي. بعد كده بيقول لي انفيديا اللي هو كارت الشاشه اللي عندي اهو، تمام. عندي بعد كده حاجه اسمها البروجرام او البرامج، من خلالها بلغي تثبيت البرامج. ادخل بعد كده على حاجه اسمها البروجرام اند فيزر، ادوس عليها فظهرت معايا بالشكل ده.
دي البرامج الموجودة عندي. عايز احذف برنامج يوم، هضغط عليه ضغطة واحدة بس واختار حاجة اسمها انستول او الغاء تثبيت. بعد كده هفضل ادوس يس، وبعد كده نيكست نيكست نيكست، بعد كده بدوس فينيش، بعد كده بسيبه يتحذف لوحده. طب ايه الفرق ما بين ريبير وما بين تشينج؟ ظهر معايا كلمة ريبير. ريبير لو عايز اعمل اصلاح للملف اللي عندي، الملف اللي عندي مش شغال بس عايز اصلحه، عايز يعمل له موديفاي او تحديث، يحدثه لي باحدث نسخة عندي، يعمل لي ليه ريبير او تصليح. ريبير بيصلح لي الملف اذا كان متعطل، اما تشينج نفس القصة برضه بيصلحه لي وبيغيره لي للاحدث. ده الفرق ما بين الريبير وتشينج. فده لو عايز احذف ملف عندي، انا بروح على البروجرام وبعد كده بختار الملف اللي عايز احذفه واختار انستول او الغاء التثبيت. هنا الديفولت بروجرام اللي هي البرامج الاساسية اللي انا بسميها ايه؟ اللي بسميها البلت ان، اللي هي بتكون نازلة مع الجهاز اصلا. اليوزر اكاونت، الحسابات الشخصية، دوس على اليوزر اكاونت، بعد كده هختار اليوزر اكاونت. لو عايز اغير اسم المستخدم ده، اسم المستخدم لو عايز اغيره، او اسم صاحب الجهاز او مالك الجهاز، هروح اختار حاجه اسمها تشينج يور اكاونت نيم، تغيير اسم الحساب. اكتب الاسم اللي انا عايزه وهدوس على تشينج نيم او تغيير الاسم او تغيير الاسم، تمام كويس خالص. فده لو عايز اغير اسم الحساب بتاعي، حتى الاقيه من تحت بيقول لي الباسورد بروتكتد، يعني معمول لي باسورد. تعالوا كده نختار البرسوناليزيشن. اخترت حاجه اسمها التاسك بار اند نافيجيشن. اللي حصل معايا ظهر معايا اعدادات التاسك بار اللي انا شرحتها من شويه، اعدادات التاسك بار. طيب يعني ايه الاو اس اوف اكسس؟ لو دوست عليها ظهرت معايا حاجه بالشكل ده. كنا شرحنا قبل كده في اساسيات الكمبيوتر الجزء النظري ان عندي اربع برامج تحسين امكانيه الوصول. اول برنامج اسمه مكبرات الشاشه، هندوس عليه، ده مكبرات الشاشه، كبر معايا حجم الشاشه زي ما انتم شايفين. علامه الزائد اهو، اروح ادوس علامه الاكس، انا كده قفلته. طيب اللي بعده، من شايفين عند الرساله ده معناها قارئ الشاشه، هيجرى لي الكلام اللي موجود على الشاشه. ضغطت عليه Start narrator dialogue. Okay. Button. Alt plus O. Heads up. Narrator keyboard changes. Tooltip. Set up high contrast. We've updated the narrator keyboard layout so it more closely matches the experience you may have had with narrator quick start window, meeting controls window. عايز الغيه، هروح على قارئ الشاشه من تحت وادوس على اكزيت. ده قارئ الشاشه بيجرى لي الكلام الموجود على الشاشه. اما الستارت اون سكرين كيبورد بيظهر معايا لوحه المفاتيح على الشاشه. اما ده مكبرات الصوت لو عايز اكبر الصوت. دي اللي هي برامج تحسين امكانيه الوصول، وزي ما قلنا دي الفونت اللي هي الخطوط اللي عندي على الجهاز، ودي هو انفيديا. طيب لو اخترت اخر حاجه اسمها الاي اس اوف اكسس، واخترت الاي اس اوف اكسس سنتر، برضو ظهر معايا الاربع برامج بتوع اللي هو تحسين امكانيه الوصول، مكبرات الشاشه، قارئ الشاشه، لوحه المفاتيح على الشاشه، ومكبرات الصوت. طيب الكلوك اند ريجون دوست عليها واخترت حاجه اسمها الديت اند تايم، تاريخ الوقت. بعد كده هختار تشينج ديت اند تايم، تغيير التاريخ والوقت. من خلالها بغير التاريخ زي ما انا عايز، بغير التاريخ والوقت بتاعي. ادي الاجنده بغير منها التاريخ، والساعه من تحت بغير منها الوقت بتاعي. طيب عايز اغير من تنسيق 12 ساعه لتنسيق 24 ساعه، بعملها ازاي؟ هناخدها ان شاء الله. انا ده من الديت اند تايم بغير التاريخ والوقت. اما الريجون دخلت عليها، عندي اول حاجه فورمات اللي هي اللغه الرسميه بتاعه الجهاز، اللغه الرسميه بتاعه الجهاز. طيب عندي الشورت الشورت ديت واللونج ديت والشورت تايم واللونج تايم والفيرست داي اوف ويك. الشورت ديت اللي هو
التاريخ القصير. يعني ايه هو التاريخ العادي اللي احنا بنكتبه ده؟ اليوم والشهر والسنة بتاعتي. اما اللونج ديت انا بكتب التاريخ بالتفصيل، بكتب اليوم بتاعي بالانجليزي فرايداي، والشهر بتاعي بالانجليزي برضه سبتمبر، وبكتب اليوم نفسه تاريخ اليوم 3، وبكتب السنة، بفصل التاريخ. طيب الشورت تايم بتعمل لي ايه؟ بتكتب لي الوقت اللي هو بتاعي، اللي هو بيديني الساعة والدقيقة، الساعة والدقيقة. اما اللونج تايم بيديني ساعة ودقيقة وثانية، بيديني ساعة ودقيقة وثانية. طيب لو عايز اخليها تنسيق 24 ساعة، هروح على الشورت تايم واختار اتش كابيتال اتش كابيتال ام ام. اما في اللونج تايم هختار اتش كابيتال اتش كابيتال ام ام اس اس. طب ايه الاختصارات دي؟ الاتش معناها اور اللي هو ساعة، والام اللي هو مينت، والتي تفتكروا التي ايه؟ الاس اللي هو سكند، اما التي تي اللي هو الاي ام، والبي ام اللي هو صباحا ومساء. طيب فانا لو عايز اخليها تنسيق 24 ساعة اهو اتش كابيتال اتش كابيتال وام سمول ام سمول. اما في اللونج تايم اختار اتش كابيتال اتش كابيتال ام سمول ام سمول اس سمول اس سمول. ده اللي هو تنسيق 24 ساعة. اهو انا بلعب في الشورت تايم واللونج تايم. طيب تنسيق 12 ساعة، اروح في الشورت تايم اختار اتش سمول ام سمول ام سمول تي تي، واروح في اللونج تايم اختار اللي هو الاتش سمول ام سمول ام سمول اس سمول اس سمول تي سمول تي سمول. فدي لو عايز اخليها تنسيق 12 ساعة، فدي لو عايز اخليها تنسيق 12 ساعة. دي قائمة كنترول بانل، أتمنى ما يكونش فيها أي مشكلة. هروح على قائمة ستارت، هروح على زرار الباور. عندي في حاجة اسمها ريستارت وشت داون والهايبر نت وسليب. شت داون بيعمل لي إغلاق للجهاز، مش بيفتحه تاني، بيقفله على طول إغلاق كلي. أما لو عايز أعمل له إعادة تشغيل هختار ريستارت أو إعادة تشغيل. اما لو عايز ان انا اخليه في وضع النوم اختار سليب. يعني ايه في وضع النوم؟ يعني هي حاجه كده زي شاشه التوقف، بس في وضع النوم بيوقف لي مكونات الجهاز بتاعتي. يعني البروسيسور لو كان شغال، المروحه لو كانت شغاله، بيوقف كل ده علشان بيريح المكونات بتاعته. واروح اخليه سليب، اختار سليب. عندي هنا برضو الاقي في قائمه ستارت في حاجه اسمها هنا الدوكيمنت، المستندات بتاعتي. دي البيكتشر، الصور بتاعتي دي. هنا الصورة اللي انا حاططها على في اسم المستخدم. دي اللي هو علامة التروس اللي هو الاعدادات. هروح على قائمة ستارت واروح على علامة التروس، فظهرت معايا بالشكل ده. تعالوا كده نختار سيستم، ظهر اللي معايا، ظهر معايا اعدادات الشاشة اللي احنا شرحناها من شوية. طب تعال نختار ديفايسز، الأجهزة. أختار أول حاجة البلوتوز، دي اللي هو لو عايز أفتح البلوتوز بتاعي، لو عايز أضيف جهاز تليفون، لو عايز أضيف سماعة بلوتوز، لو عايز أضيف ماوس بلوتوز، هذا كله هنا. فهخليها أون، لو خليتها أوف فهي كده مقفولة، فهخليها أون. أو لو في جهاز أو مش متعرف عليه بختار حاجة اسمها الأد بلوتوز، إضافة بلوتوز. طيب لو عايز اضيف طبعه هختار من القائمه اللي ناحيه اليسار برينتر اند سكانر، ادي الطبعات اللي عندي، فاختار اد ا برينتر، اضافه طبعه، اضافه طبعه. تعالوا كده نختار ماوس. اخترنا ماوس، والاقي انا في حاجه اسمها الاديشنال ماوس اوبشن، اعدادات اضافيه للماوس، هي الاقيها من تحت عندي. بس قبل ما اروح عليها هنا بيقول لي اول حاجه اسمها سيلكت يور برايمري بوتن، يعني حدد الزرار الرئيسي. انا عندي كليك شمال وكليك يمين، ايه الاساس بتاعهم؟ الاساس اللي هو الكليك شمال. طب لو رحت اخترت هنا كليك يمين، لو اخترت الرايت هلاقي الاوامر اللي بيعملها كليك شمال بيعملها كليك يمين، واللي بيعمله كليك يمين هيعمله كليك شمال. احنا قلنا كليك شمال بتعمل ايه؟ بيفتح لي الخيارات،
هل هي بتفتح الخيارات ولا كليك يمين؟ لا، كليك يمين هتفتح الخيارات، او كليك شمال بتفتح، بتحدد المجلد وبتفتحه في نفس الوقت. طب لو عكست هنا هيعمل العكس، اللي بيعملوا كليك شمال هيعملوا كليك يمين، واللي بيعملوا كليك يمين هيعملوا كليك شمال. تعالوا كده نختار اديشنال ماوس اوبشن، اعدادات اضافيه للماوس، ظهر معايا بالشكل ده. هنا اول حاجه في البوتم في حاجه اسمها سبيد، السرعه بتاعت الماوس، انا بتحكم في السرعه بتاعته. طب الباونتيرز، ده شكل الماوس، ده شكل الماوس اهو، اختار الشكل واختار يوز ديفولت وادوس على اوكي، بختار شكل الماوس من هنا. طيب تعالوا كده نختار الباونتير اوبشن، شايفين هنا ظاهر معايا اربع اشكال تحت بعض. لو دوست ديسبلاي ودوست على ابلاي، شايفين اللي بيحصل معايا الماوس اهو طالع مني كذا نسخة. انا مش عايز اروح اشيل علامة الصح من ديسبلاي باونتير وادوس على ابلاي بعد كده على اوكي. ده بالنسبة لإعدادات الماوس، وشوية إن شاء الله هنعرف إزاي أغير اللون أو الشكل والحجم بتاع الماوس. تاتش باد لو عندي شاشة تاتش أو لمس، تايبنج اللي هي خاصة بلوحة المفاتيح، البن لو عندي قلم بستعمله، أو البن دي إحنا كنا بنعمل منها إيه؟ اللي هي العلامة اللي ظاهرة عندي تحت أهي، دي اللي اسمها البن. الأوتو بلاي اللي هو الميوزك اللي عندي، وده اللي هو وصلات اليو اس بي اللي انا موصلها بالجهاز. طيب الفون، لو جيت طلعت القائمه الاساسيه واخترت حاجه اسمها فون، لو انا عايز اعمل ربط ما بين التليفون والجهاز بتاعي، اربط التليفون بالجهاز بتاعي عن طريق فون، واختار حاجه اسمها اد افون، اضافه تليفون. طيب عندي حاجه بعد كده اسمها النتورك اند انترنت، بمجرد ما هضغط عليها ظهر معايا بالشكل ده، الشكل اللي هو الجهاز بتاعي وشكل الكره الارضيه، وفي النص الشبكه، بيقول ان في اتصال ما بين الاثنين، كاتب لك اسم الشبكه، يبقى كده في اتصال بالانترنت. طيب لو الشبكه اللي في النص مش موجوده وعلامه الكره الارضيه ظاهره بنسبه بهتان، معناها ان هو كده مفيش اتصال بالانترنت، معنى كده ان مفيش اتصال بالانترنت. طب لو اخترت واي فاي، دي شبكة الواي فاي اللي عندي. طب اخترت الاير بلين مود، هو ده الطيران. اخترت الموبايل هوت سبوت، لو عايز اعمل هوت سبوت عن طريق الموبايل، انا اوصل عن طريق الموبايل ان انا ادي شبكة انترنت. البرسوناليزيشن اللي حصل ظهر معايا اللي انا شرحتها من شوية، ان انا بضغط كليك يمين على سطح المكتب وبختار برسونال وغيرنا الخلفية ولون النظام وشاشة القفل. نفس القصة برضو في السيتنج أو الإعدادات البوزيشن. طيب الأبس ضغطت عليها، ده لو عايز ألغي تثبيت، يبقى أول طريقة من كنترول البانل بعد كده بختار بروجرام، يا إما هدخل على ديس بي سي وأختار من هنا حاجة اسمها الأنستول أور تشينج، يا اما هروح على الاعدادات واختار الابس. ومجرد ما هضغط على التطبيق وهدوس على انستول الغاء تثبيت، هيعمل لي الغاء تثبيت للتطبيق بتاعي. طيب الجنب هنا في حاجه اسمها الديفولت ابس، التطبيقات الاساسيه اللي عندي اللي احنا قلنا عليها ايه اسمها البيلت ان، اللي انا ما بقدرش احذفها، ان انا ما اقدرش احذفها. طيب ده بالنسبه للابس او التطبيقات. البرايفسي اللي هي الخصوصية اللي أنا بفتح بيها الكاميرا، بفتح من خلالها أو بحدد اللوكيشن بتاعي. الأبديت لو عايز أعمل تحديث للجهاز أهو، بدوس على تشيك فور أبديت، هيعمل لي تحديث للجهاز بتاعي، تلاقيه من فوق عامل لي آخر تحديث كان إمتى بالظبط، آخر تحديث كان إمتى. هنا السيرش لو أنا ببحث على حاجة معينة داخل الجهاز، هبحث على لغة، لو عايز أبحث على لغة معينة. عندي بعد كده هنا الاكونت او الحسابات، هروح على الاكونت بعد كده هختار في القائمه اللي ناحيه اليسار، هختار حاجه اسمها اليور انفو. طيب ده لو عايز احط صوره لاسم المستخدم، صوره لاسم المستخدم اللي عندي،
يعني لو انا عامل شاشة قفل، شاشة توقف، وعايز احط صورة اسم المستخدم احطها من هنا. لو عندي كاميرا في الجهاز هختار كاميرا من حاجة اسمها create your picture، انشاء صورة، هختار كاميرا. اما لو عايز صورة من داخل الجهاز هختار browse for one، واختار الصورة انا عايز اخليها صورة شخصية عندي. فاول ما اروح على start هي موجودة معايا هنا، وفوقيها مكتوب اسم المستخدم. طيب الايميل اند اكونت، لو عايز اضيف على الجهاز بتاعي ايميل ادوس اد اند اكونت، اضافة ايميل، اضافة ايميل او حساب. لو دوست على حاجة اسمها الساين ان اوبشن، دي من خلالها بعمل كلمة مرور للجهاز بتاعي، كلمة سر للجهاز بتاعي. البن اللي هو النمط، البيكتشر بتكون كلمة مرور بس عن طريق صورة. طيب لو لقيت مثلا حاجة اسمها عندي في برضو كلمة مرور بعملها عن طريق الفلاشة. طب لو جيت اخترت الباسورد، كتبت كلمة المرور بتاعتي ودوست على نيكست. أول ما بدوس على باسورد هيظهر معايا بالشكل ده، نيو باسورد، أكتب الباسورد الجديد بتاعي. أما ريتيرنر باسورد بأكد الباسورد. أما الباسورد هانت بيديني كلمة تعريفية، يعني لو أنا نسيت الباسورد بتاعي بيعرفني الباسورد عن طريق كلمة أو مفتاح. إزاي؟ تعالوا كده، عملت سليب، أنا دفنت كل حاجة. أنا عملت إلا بيت طيب علشان انا لو فصلته تكون ظاهر عند الناس، هيفصل خالص من عند الناس. طيب انا بعمل ايه؟ بروح على الاكونت والساين ان، بكتب كلمة المرور. ايه معنى الباسورد هانت؟ معناها لو انا كتبت كلمة المرور بتاعتي غلط هيجي لي من تحت كلمة بيعرفني بكلمة المرور اللي عندي، بيقول لي عشان يفكرني بيها. لو كلمة مفتاحية، مفتاح لكلمة المرور، لو أنا نسيت كلمة المرور الأساسية بتاعتي بيعرفني بيها. تمام؟ حلو. طيب تعالوا كده نختار التايم أند لانجوج اللي هو الوقت واللغة، الوقت واللغة من الديت أند تايم. لو هنا اخترت حاجة اسمها السيت تايم أوتوماتيك، السيت تايم أوتوماتيك لو خليته أون معناه ان هو هيحدث لي الوقت والتاريخ تلقائي. طب لو خليته اوف ودوست على تشينج، فممكن اغير التاريخ والوقت زي ما انا عايز من هنا. تعال نختار الريجون او المنطقه، هنا الكانتري او الريجون، البلد او المنطقه اللي انا منها، البلد او المنطقه اللي انا منها اهو. وهنا الريجونال فورمات، اللغه الاساسيه، اللغه بتاعتي الاساسيه اهو. هنا بيقول لي الكليندر، الاجنده، هنا الفيرست داي اوف ويك، انا نسيت اشرحها من شويه، اللي هي اول يوم في الاسبوع، انا عايزه يوم ايه؟ الاحد ولا السبت ولا عايزه ايه بالظبط؟ الريجن. اما اللانجوج هو اللغه بتاعتي، اللغات المتعارفه عندي، عايز اضيف لغه هدوس على اد لانجوج، اضافه لغه، واختار اللغه اللي انا عايزها وادوس على نيكست، وادوس على نيكست. ده لو عايز اضيف لغه. تعالوا نختار حاجة اسمها الـ OS of Access، واختار حاجة منها اسمها الكريزر او البنتر سايز. بيقول لي تشينج باونتير سايز، ده حجم الماوس، دي متحكمة في حجم الماوس بتاعي.
دي متحكمة في الحجم الماوس بتاعي. أما change pointer color اللي هو لون الماوس، ده هي لون الماوس. هتلاقي في الآخر في حاجة اسمها الكلر أو اللون، هدوس عليها تظهر معايا ألوان تانية، هتظهر معايا ألوان تانية للماوس. هي ظهرت عندك ألوان تانية للماوس. أو هتلاقي هنا مثلا عشان خاطر الحجم، تلاقي في حاجة change size، كبر في الحجم هيكبر معاك حجم الماوس اللي عندك. ده من فين؟ من حاجة اسمها الكريزر أو الباونتير سايز. طب دي بتعمل ايه؟ شايفين في الديسبلاي اهو النص اللي انا بكتبه هنا اهو بيكبر. هنا ال تشينج اللي هو حجم التطبيقات والنصوص اللي عندي، ده اللي هو الإضاءة من تشينج ذا برايتنس، الكلر فلتر الوان بتاعت الفلتر، الهاي كونتراست ليزويت انتظر اهو. شايفين اللي حصل معايا؟ غير معايا الشكل خالص، خليه اوف، يقول لي بليز ويت. طيب حلو خالص، هرجع على الهوم. طيب هو كان المفروض ان انا اكمل، بس هو كده كتير على الناس، عشان الناس يعني معتقد يعني الناس فصلت. فانا بشكر الناس اللي فضلت معايا لحد اخر المحاضرة، وان شاء الله باذن الله المحاضرة اللي جاية زي ما اتفقنا قبل ما ابدا في الحاجات اللي انا عايز اشرحها، هنشرح 6 برامج مع بعض. ايه هما؟ هنشرح اللي هو حاجه اسمها النوت باد المفكره، وهنشرح حاجه اسمها الستيك نوت برضو مفكره ونعرف الفرق ما بينهم، وهنشرح حاجه اسمها البنت اللي هو الرسام، وهنشرح الرسام الثري دي، وهنشرح حاجه اسمها السنابنج تول مع بعض، وهنشرح حاجه برضو هنا اسمها السكتش باد، سكتش باد، وهنشرح مع بعض اللي هو الكالكوليتر والآلة الحاسبة بالكامل، وهنشرح مع بعض الكليندر أو المفكرة. ده إن شاء الله هشرحه مع بداية المحاضرة اللي جاية، زائد بعد كده هدخل على إيه؟ في جزء بسيط اللي هو تصميم لعبة بازل على الباوربوينت هناخدها برضو، زائد برضو في لو في حاجة جديدة برضو أو تصميم جديد هنعمله على الباوربوينت، زائد إن في 3 معادلات طلبتوها مني هشرحها برضو المحاضرة اللي جاية في الإكسل. تمام، وهنعيد شوية على البايفوت تيبل وعلى عموما على جزء في الإكسل، وهنعيد على كام حاجة برضو عندي في الوورد، بحيث إن المحاضرة اللي جاية نكون فنشنا الوورد والباور والإكسل وأساسيات الكمبيوتر. اما المحاضره اللي بعدها بقى هنخلي المحاضره بالكامل للانترنت اللي هو اساسيات الانترنت الجزء العملي، وبعد كده هنشرح برنامج الاوتلوك بالتفصيل. بعد ما نخلص المحاضرتين اللي جايين هندخل على البرامج التانية اللي انا عندي، برامج اللي هو برامج الفورم والفيزو والانفوباس والشيربوينت والبابليشر والبروجكت والباور بي، كل ده هناخده ان شاء الله. فهخلي اخر حاجه برنامج الاكسس، لان اكتر برنامج هياخد وقت معايا، يعني 6 7 محاضرات. اما البرامج التانية دي هتاخد من محاضره لمحاضرتين، من محاضره لاتنين. طيب كل الهدف من كل ده ان انا اجهز الناس ان هم يدخلوا الامتحانات الدوليه، يعني المحتوى اللي انتوا هتاخدوه ان شاء الله في الدبلومه دي ككل يعتبر محتوى الاي سي دي ال، محتوى الاي سي دي ال تيتشر، محتوى الاي سي 3، محتوى الام او اس، ومحتوى التحول الرقمي. 5 حاجات دول انت كده هتكون درست ال5 محتويات بتوع كل قرص فيهم. تمام، دي حاجه بحيث ان انتوا تكونوا طالعين من الدبلومه وفاهمين كل حاجه تخص الجزء اللي هو المايكروسوفت اوفيس.
او اللي هو الشهادات بتاعه التكنولوجيا اللي هي الاي اس دي ال واس 3 والام او اس وهكذا. بس فياريت اللي عنده اي مشكله في اي حاجه ابعت لي. اتمنى ان محاضره النهارده ما كانتش تقيله عليكم، اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقكم وبتنقلوش برضو، هنفضل مع بعض لحد اخر لحظه. يعني هنتعلم ازاي انشئ ايميل من شركه مايكروسوفت، ازاي انشئ بريد الكتروني، ازاي برضو زي ما قلنا ازاي نثبت النسخه، ازاي اعمل التعريفات، ازاي انزل الاوفيس عموما، ده كله هناخده مع بعض ان شاء الله. هنشرح اللي هو مستندات جوجل الدوكومنت، ازاي اعمل فورم استماره على جوجل، ده كله ان شاء الله هناخده مع بعض. رابط الحضور، فياريت الناس تسجل في رابط الحضور. بالتوفيق ليكم واتمنى لكم كل التوفيق، ونهايه كده اللي عنده اي مشكله يتواصل معايا، وان شاء الله باذن الله لكل مشكله لها حل، ربنا يوفقكم ان شاء الله، ربنا ما يجيب مشاكل. بالتوفيق لكم ان شاء الله.